السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا، يعني أنا أسبوع اللي عدى ده اللي أنا ما جيتش ما اجتمعناش فيه، كنت حاسس بيعني إيه بوحشة شديدة يعني. وإن شاء الله ربنا يقدرنا إن شاء الله النهاردة نعمل حاجة. الحقيقة الموضوع اللي معانا النهاردة يعني هام جدا وظريف جدا، وبنحاول إن إحنا إيه يعني إيه نلم موضوع الكواليتي اللي احنا اتفقنا مفيش حاجه اسمها مدير مشروع ما يعرفش كويس في الكواليتي. مش هيبقى كواليتي مانجر، لكن لازم يعرف شغل الكواليتي كويس قوي. هنبتدي نعمل عرض الاشتراك. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول كده from the beginning. ممتاز، بس كده. احنا النهارده من فضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء رقم 13 من المجموعة الثانية من المحاضرات، يعني اللقاء رقم 33. اللقاءات عندنا اللقاء ثلاث ساعات، مو ثلاث ساعات، بس فيها ساعات أقل. هنقدر إن شاء الله في نهاية الأسبوع نحتفل بكام ساعة؟ 33 في 3 يبقى أدي 100 ساعة. طبعًا أنا يعني بهني نفسي إن أنا أقدر يعني أعتقد بكم الثلاثة الله يكونوا مفيدين ويكونوا كويسين جدا معاكم. بس أنا عايز أقول لكم عليه حاجة، عشان تعمل اختبار رسمي انترناشونال بتدفع فيه فلوس كتير قوي مش عايز أقول دلوقتي، محتاج على الأقل 100 ساعة تريننج. مش من أخد أي حاجة يعني في ده غير البي اي بي وغير الانستول. فإحنا النهارده إن شاء الله متوقع ان اللي حضروا معانا باذن الله تعالى كلهم باذن الله تعالى في المستوى المطلوب، نقول انا مدير مشروع دولي. عشان كده ان شاء الله في اخر او في خلال اللقاء بتاعنا ان شاء الله هنتفق بقى ان احنا ايه نشوف بقى اللي اشتغل اداره المشروعات قبل كده، اللي لان احنا محتاجين ان احنا نجهز بقى ايه ريبورت عن اداره مشروع. هنفيد نتكلم الاول، هندخل على الموضوع بتاعنا واحنا ماشيين معانا ناخد الموضوع ده ايه ايزي يعني ان شاء الله مع بعضنا يعني. طيب باذن الله ده اللقاء رقم 33 او رقم 13 في الجزء الثاني اللي هو من 20 موضوع برضه من 2020 في ايه خط سيرنا على ايه رود ماب تو بي ان انترناشونال بروجكت مان، خريطه الطريق لتكون مدير مشروع دولي. الموضوع بتاع النهارده الحقيقه يعني من كتر ما انا عايز ابسطه عذبني جدا، لكن ان شاء الله نوصله. هو سهل على فكره، من اسهل الحاجات اللي بتتعمل، لكن من كتر ما انا عايز ابسطه واعرف الناس يعني ايه الكواليتي مانيوال. يعني الكواليتي مانيوال ده اول حاجه بتتقدم لاي عميل لو انت شفت مقاولات. خلي بالك الكواليتي مانيوال ده لاي نوع من انواع الشركات، لاي نوع من انواع المحلات، لاي نوع من انواع الحكم. يعني الايزو عباره عن شهاده بتقول لكل لاي طرف ثالث هيدخل يشتغل معاك انت او معايا كشركه او كمكان واخد الايزو، ان النظام اللي عندي بيضمن لي ان انا بطلع منتج كويس. النظام مش المنتج. فدليل الجوده ده هو اول حاجه. انت لو انت خلينا نتكلم في اسهل حاجه قريبه مننا، انت كايه كشركه مقاولات عشان تدخل تاخد شغل، وده على فكره جميع الشركات الاجنبيه بتعمل كده، بس يعني اللي لهم بقى اقتصاد شركه اجنبيه. اول حاجه هو بيتقدم عشان يشتري الاوفر بتاعه، بيتقال لازم تقدم دليل الجوده بتاعك. يبقى انت بتقول انا عندي جوده. فيعني ايه بقى دليل الجوده؟ ان انا لما هقدمه هيقولوا ايه؟ ان انا عندي جوده. يعني مش انا مش ادخل بقى على 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 في انزل على على سايت ولا على حاجه واعمل داونلود للكواليتي مانيوال واعمل داونلود للكواليتي بلان واعمل داونلود للسويتش بلان. الحاجات دي كلها موجوده على الـ على الـ على السيستم او على الـ على الـ على النت، موجوده بكثره شديده. لكن انت ما ينفعش انك تعمل كده، تعمله عشان تشتغل يعني تتعلم تعمل، انما عشان
انت يبقى عندك الايزو، يبقى عندك دليل جوده اصلا. دي اول حاجه، اللي هو بيصف كل نظام الجوده اللي عندك وهيعمل الكلام ده من هنا دلوقتي. فدي اهميه ان انا ايه يعني انترستد ان انا نعرف يعني ايه دليل جوده. دليل الجوده ده اللي بيقول والله ان الشركه دي او المكان ده او المؤسسه دي او المحل ده او المطعم ده او الـ مش عايز اقول يعني لغايه مطعم، اي حد ممكن يبقى عنده هذا ايه الدليل ده او يبقى عنده الايزو يعني. طيب The quality manual for the ISO 9001-2015 ده اخر ايزو موجود دلوقتي اللي هو ايه 2015. يعني انا بشتغل في الكلام ده من اول 1992 يعني اللي هو سنه ايزو 1992 من ايامها لغايه دلوقتي، مش عارف بعد كم سنه يعني 8 او 1 يعني ميرلي 30 سنه بشتغل في الكواليتي يعني يعني مسؤول عن الكواليتي مانجمنت، كواليتي اتش اس اس اي مانجر، جنب بلاننج، جنب حاجات كتير جدا. لكن الحقيقه ده اللي انا استقراته من حياتي من اول لاخرها، ما فيش حاجه اسمها مدير مشروع ما بيعرفش في الجوده كويس، الجوده بالذات كواليتي بالذات. الكواليتي دي بتمسك نظام الشركه او نظام المكان او نظام المشروع من التوب مانجمنت بتاعه لغايه الواقف بحرس الباب. طيب انا يعني بشكركم جميعا على ايه، على يعني مداومتكم واستمراركم معانا، وبتوقع ان شاء الله ان الحضر معانا اللقاءات اللي فاتت او اللي بصوا عليها في الـ على الـ على الـ على اليوتيوب يكونوا حسوا بامبروفمنت، حسوا ان هم يعني ايه يعني عرفوا يعني او يعني حسوا يعني ايه مدير مشروع ويعني ايه مدير مشروع دولي ومحتاج ايه ومحتاج ايه كان بكم الاول والاخر. الاجنده بتاعت النهارده اول حاجه introduction and evolution of quality management systems. الحقيقه الكيرف ده نزل معانا قبل كده وانا اتكلمت عليه كذا مره. من الكيرف سهل جدا وبسيط جدا، بس بيقول لي تاريخ الجوده ايه؟ عشان اعرف بالظبط انا فين من مستوى الجوده في العالم كله. تاني حاجه الكواليتي مارجن. يعني ايه كواليتي مارجن؟ الكواليتي مارجن يعني جوده المنتج؟ لا، كواليتي مارجن يعني جوده كل حاجه، جوده جوده السيستم نفسه. يعني بتكلم بقول ايزو 9001، يعني بتكلم على جوده النظام اللي بيؤدي ان انا اعمل المنتج بتاعي بشكل كويس جدا. طيب ثالث حاجه هنتكلم على الكواليتي مانيوال ده، وده هو الموضوع بتاعنا. هنعرف يعني ايه كواليتي مانيوال وهنوصفه وهندخل عليه حته حته واحده واحده، وبعدين كده مصحصحين كده نبقى يعني ايه يعني شاربين قهوه كده ومظبطين نفسنا، الموضوع يعني ايه عايز شويه تركيز شويه. طيب نمره اربعه representation of the structure of the international standard in the plan do check act. برضه موضوع الايه الكواليتي، برضه انا عايز برضه نخلي بالنا من حاجه، لان دي بغلط فيها ناس كبار جدا بيغلطوا، وعارفين اداره مشروعات. انا بقول حصلت معايا مره، واحد ما بيعرفش عربي، واحد كان بريتش، كان مش عارف كان نسيت ايه في السعوديه، فبقول له يعني ال 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 الفانكشن اوف مانجمنت، قال لي بلان دو تشيك اكت. قلت له نو، بلان دو تشيك اكت از ذا كواليتي سيركل، اتس نوت ذا فانكشن اوف مانجمنت. فبلان دو تشيك اكت حكينا عليها قبل كده وشرحناها والجمال بتاعها ايه وفايدتها في ايه. بقول بلان دو تشيك اكت يعني ايه؟ بالراحه خالص خالص، انا بخطط بلان وات يو ونت تو دو، دو وات يو هاف بلاند. يعني انا خططت عشان اعمل حاجه، ادو حاجه، عملت دو للحاجه دي خلاص، وانا اصلا مخطط حاجه، اقارن ما بين ايه البلان والدو اللي هي بالايه السي الاخرانيه، بلان ودو، دو وات يو واز بلانينج تو دو، تشيك ذا ديفرنس. يبقى انا بتشيك على الايه الفروق ما بين الاثنين دول، اشيك على الفروق ما بين الاثنين دول ليه؟ لان انا نظريتي ان انا عايز اطلع منتج بكواليتي معينه خلاص، هعرف الفروقات اللي حصلت ما بين اللي انا مصممه او اللي انا عايزه وما بين اللي حصل. في الاخر تبقى الاكت، اكت ايه بقى؟ دي التفسير اللي هو معروف، لا يعرف شرط الكواليتي، بس ما اعرفش ليه ما بيتقالش في الموضوع العام. اكت اون ذا ديفرنس،
اكت اون ذا ديفرنس. يعني الاكت دي لما اجي اقول بلان دو تشيك اكت، ابقى فاهم ان البلان دي وات يو ونت تو دو، دو وات يو بلانينج تو دو، تشيك الديفرنس ما بين واتش بتوين ذا بلاند اند دون، بعدين ايه اكت اون ذا ديفرنس ما بين الاثنين. وهي دي العبقريه بتاعت الايه البلان دو تشيك اكت، ان انا ما بعملش الموضوع كله من اوله، لا انا باكت على الايه على الديفرنس ما بين الحاجتين، ما بين اللي كان بلاند واللي كان ايه وبين الدان. نمرة خمسة، الكواليتي اشورنس بروجرام دوكيومنتيشن. في كواليتي اشورنس بروجرام بينتج عن لما انا ابتدي اقول انا عايز ايزو وباخد السيرتيفيكيشن، بيبقى عندي ايه بروجرام دوكيومنتيشن. الدوكيومنتيشن بتاعي بتاع بقى ايه يعني الدوكيومنتيشن بتاعي بيبقى عباره عن ايه؟ هنتكلم عليه وهن ايه او هنشرحه. موضوع بسيط جدا وظريف جدا، بس عايز شويه ايه يعني اللي اشتغل قبل كده وكان له احتكاك بالكواليتي بالكواليتي اشورنس او بالكواليتي يعني بالكواليتي مانجمنت او بالكواليتي كنترول، حتى هيبقى مر عليه الحاجات، مر عليه بروسيدرز، مر عليه سبيشال تيست بلان، مر عليه كل الحاجات دي كلها الاخيره، فهتبقى العمليه بالنسبه له ايه ملموسه. اللي ما شغلهاش خالص وسمعنا مع بعض كده وعرفنا الموضوع مع بعض، هنلاقي الموضوع ايه سهل جدا وجميل جدا. بس هو ايه للاسف كل واحد تخصص معين بيكتف نفسه قوي، اللي بيشتغل مثلا في اي تخصص بايه بيعتبر نفسه ان هو يعني ان هو يعني زي ما قلنا قبل كده احنا مع ايه نبقى انترناشونال بروجكت مانجرز، نعمل كونتينوس امبروفمنت، ما نقفش، لازم نقرا ونعمل، لكن ما ايه ما نغترش، يعني ما اغترش بايه بعلم او بفلوس او بمنصب او باي حاجه. وده كان احنا قلنا عنه برضه كتير قبل كده، ان شاء الله هنكون كلنا كده باذن الله تعالى. بعد كده هنتكلم عن 10001 2015 كواليتي مانوال تمبليت. نفس الايزو 9001 2015 عاملين كواليتي مانوال تمبليت مع الكواليتي مانجمنت نفسه، يعني انت بيه يبقى فيه المؤسسه نفسها موجوده وبيبقى معاها ايه التمبليت بتاعها اللي انت تعمل عليه ايه؟ تعمل عليه البلانز هتملاها. يعني دي بالظبط يعني دي زي ايه؟ زي نموذج وانت بتملاها بتحط فيه الحاجات المطلوبه يعني. فدي كواليتي مانجمنت تمبليت هنتكلم عليها وهنشرحها، هنقول تتعمل ازاي. هي اختلفت كثير عن السنين اللي فاتت، اتعمل عليها تصميم مهم في الاول اللي هو بيعمل فاكرين لما كنا بنتكلم على استراتيجيك مانجمنت وقلنا في الايه سوات اناليسيس وفي ايه البيسل اناليسيس برضه بالنسبه لدول اضافوا على الايه الكواليتي مانوال تمبليت في الايه في الـ في الـ في, الـ في الفيرجن الجديد اللي بنقول عليها دلوقتي. طيب النقطه السابعه هنتكلم على ايه كواليتي كيو اتش اس اس اي مانوال فور كونتراكتنج كومباني. الحقيقه في شركه كبيره جدا من الفصائل مش هقول اسمها، شركه كبيره، الشركه اللي بتدخل بقى شغل بمليارات يعني من كبريات شركات المقاولات في مصر، وده بقى بشرح برضه الكواليتي مانوال بتاعها وحاطه فيه كل حاجه، حتى اللي انت المفروض انت لما بتعمل الايزو بتاعك ممكن تعمل كواليتي لوحدها بالايه ب 9001، ثم تعمل الانفايرمنت لوحده بال 14000 الايزو 14000، وبعدين بتعمل كان زمان كان 18000 بتاعت ال اتش اتش اس اللي هي الايه اللي هي بتاعت السيفتي والهيلث والسكيورتي بالايه زمان كانت 18000 دلوقتي بقى اسمها كام؟ 45000. يعني الناس عاملاها من زمان قوي كان اسمها 18000 دلوقتي اسمها ايه 45000. فالثلاثه دول اللي طبعا كل واحده لها فيز بالنسبه لل لا انت عندك حاجتين قبل تيجي تعمل ايزو، في جزء اللي هو بيجهزك انك تاخد الايزو انا بعمل دعايه لحد ولا لنفسي حتى، يعني انا اللي بيقول لي تعالى اعمل لي نظام بعمله له، لكن لازم اجيب واحد متخصص في الكويت سي عشان ايه يجيب الناس بتوعه ويجيب بقى اذا كنا هتجيب تكنيك هتجيب اي شركه ايه بتاعت ايه اللي تدي الشهادات يعني خلاص. فكويس اس اي مانا فور كونتراكت كومباني، فدي كونتراكت كومباني بتعمل الثلاث حاجات دول. يعني اي حد عايز يشتغل صح ويبقى شكله صح ويدخل في شغل انترناشونال، لان ما فيش شركه انترناشونال
او شركه منظمه كاونر ومش ممكن تدخل حد ما عندوش ايزو. الايزو زي ما قلنا في في الكواليتي الاول اللي 9001، بعدين في ال 14000 بتاعت الانفايرمنت خلاص، وفي ال 45000 بتاعت ايه بقيه الايه الاتش اس اس اي خلاص. فانت ايه الثلاث حاجات، الثلاث حاجات دول بيتعاملوا مع بعض، كل واحده بتاخد ايه سيرتيفيكيشن لوحدها، وساعات بتاخد واحده غير الثانيه غير الثالثه. انا شخصيا بفضل ان اي شركه عايزه تدخل صح وتدخل مظبوط، وخلي بالكم ده مش 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 مش, مش بحجم الشركه، بالعكس انت كل ما كانت شركتك اقل صغيره بيبقى الفيز بتاعت التجهيز بتاعت الاعداد اقل من القيمه. الشركه يعني الشركه فيها مثلا 200 واحد غير شركه فيها 2000 واحد، غير شركه فيها 20 واحد غير شركه 30 واحد، يعني التجهيز الشركه بيدفع لها اللي فيها البروسيدرز اللي فيها بتبقى اقل واسهل ما بتاخدش وقت كتير. الشهادات بقى لها برضه كل شهاده لها فاليو معينه في الايه لما تعمل يجي لك بقى ايه اكسترنال اوديتور وعشان يشوف انت ماشي صح ويديك شهاده. فالكيو اس اس اي مانا فور كونتراكتنج كومباني دي شركه كبيره مش هذكر اسمها، وعامله الثلاث شهادات بس هي عامله واحده منهم ايام كانت ايه 18000، هي دلوقتي ماشيه ب 45000. طيب كواليتي مانجمنت بروسيدجرز، بروسيدجرز انا في حاجه في حاجه غلط بروسيدجرز. طيب فور كونتراكتنج كومباني البروسيدجر يعني هي من ضمن الكواليتي سيستم اللي عندك بيبقى عندك البروسيدجرز، عندك ايه اجراءات، اجراءات بتاعتك اللي هي يعني ايه اجراءات، يعني اللي درس بي ام بي اخذ بي ام بي عارف يعني ايه بروسيدجر، لان يعني البروسيدجر في يعني الميثودولوجي كله 49 اجراء، فاهم يعني ايه اجراء؟ اجراء يعني ايه؟ يعني كيف انت بتقوم بعمل معين، مثلا باستلام المشروع او اول استلام موقع مش اول ما تاخد في اجراء. اول حاجه ايه؟ باخد مثلا اذا كان العقد خلص اخد صوره العقد او اخد امر الاسناد، وبعدين ابص على الرسومات وابص على الكلام من اول لاخره، ابص مثلا على ايه درافت العقد يعني الاجراء بتاعي من اول لاخره، استلم الموقع اخد معايا المساحين، وبعدين اعمل بعد كده احدد مكان المكاتب، اعمل فلو تفتكروا انا عملت الكلام ده قبل كده اللي هو ان انت تعمل ديزاين للسايت بتاعك هتشتغل ازاي وهتعمل ازاي وكلام ده من اول لاخره، وبعدين اشوف الاستاف اللي انا هعمله على الاستاف بتاعي، يعني كخطوات كل حاجه لها بروسيدجر. بروسيدجر مثلا لبدايه المشروع، بروسيدجر ازاي تعمل الديلي ميتنج، بروسيدجر ازاي تعمل الويكلي ميتنج، بروسيدجر ازاي تعمل المانثلي ميتنج، بروسيدجر ازاي تعمل الكوست كنترول، بروسيدجر ازاي تعمل اي حاجه، يعني اي حاجه بتعمل لها بروسيدجر. بروسيدجر هاو تو دو ات، بتعمل بتفيد بايه بروسيدجر دي بقى؟ البروسيجر ده اي حد داخل شركه جديد بيبص على البروسيجرز دي وعلى الكواليتي سيستم اللي في الشركه، تاني يوم تالت يوم لازم هينتج، لازم ما فيش هزار، مش بس هتقعد تقول بقى انا هقعد شهر شهرين عشان افهم واعرف واتعامل، لا النهارده الشركه عندها ايزو بتكسب حاجات كثيره جدا يمكن ما بتتقالش او ما بتظهرش في البرزنتيشن في اي حته، ان ما عندوش وقت ضايع. اي انسان بيدخل ما عندوش وقت ضايع، تاني يوم بينتج، يعني انا ما عنديش حاجه اسمها مشروع ادخله واسال بقى ده انا الميتنج ايه ولا مين المدير بتاعي ولا مين الرئيس ولا مين الرئيس، لا كل ده موجود عندي في الايه في الكواليتي مانوال بتاعي، ببص على الكواليتي مانوال بتاع الشركه الاول بتاع الكوربوريت، وبعدين ببص وقت ما لو انا مثلا مشروع لو جاي مشروع هو منتهي، لو مش منتهي بقى انا بعمل الكلام ده لاخره، بمعنى ان انا المكان اللي فيه كواليتي سيستم بيوفر كتير جدا 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 جدا. اي واحد يدخل في اول يوم بيبص على البروسيدرز بتاعته بايه؟ بينتج، ما بيستناش بقى يقول لك اتعلم في شهر في شهرين هضيع يوم عشان اعمل ايه؟ ما فيش كلام من ده، ما فيش كلام. الكواليتي مانوال دي نظام لا قدر الله مدير مشروع بشكل او باخر جه في نص المشروع وجاله ترقيه راح اشتغل اي حاجه خلاص؟ هجيب بقى مدير مشروع جديد، دي مشروع جديد هيقعد بقى يستنى ولا هيبقى يسال الناس؟ قلت لا، عنده كل حاجه متعلقه كدوكيومنتيشن كفايلنج سيستم كل حاجه في الموقع، اخر ريبورتس بص عليها ايه؟
ودي برضو دي من ضمن ده كلام عملي. فيعني اللي عنده اللي بيعمل ايزو لما بيدفعش فلوس ولا حاجه، ده مش بيخسر، ده الفلوس اللي بيدفعها دي عشان يعمل كلام فاضي بالنسبه لو مدير مشروع مشي وجا واحد تاني. التاني اللي داخل ده عمره ما هيقعد اسبوع عشان يفهم ويعرف، ده من اول يوم تاني يوم تالت يوم ماكسيموم هتلاقيه شغال زي الرواه في الموقع، ما فيش حاجه ضايعه. انما لو قعدت شهر شهرين وانا لسه لا انا فاهم ولا انا عارف ولا انا عارف اكتب السيستم، هي دي الخساره الحقيقيه. ومعروفه كويس قوي ان الايزو ده دايما، ودي حقيقه، لمصلحه الشركه او مصلحه المكان او مصلحه صاحب الشركه، لان ما فيش حاجه هتتغير عنده لو اي حد في الشركه، البروجكت مانجر، الكونستراكشن مانجر، السيفتي مانجر، اي واحد من المانجرز دول لو شاف نفسه شويه ولا اغتر ولا قال له حته ثانيه ولا عمل زعل لم من حاجه وبتاع ومشي، الف سلامه يا حبيبي، النظام ماشي زي ما هو وكل واحد عارف مكانه واول رسم ليه، ما فيش حاجه اسمها مشروع لا يفشل ولا يتعطل. فالكواليتي مانجمنت ما نستخسرش فيها. انا ما عنديش، لا عندي شركه كويك بي سي ولا عمري عملتها ولا هعملها، لكن انا بقول لكم ان الكواليتي مانجمنت ده اهم حاجه في لمدير المشروع او لمدير الفاسيلتي او لاي حد بيدير اي حاجه. هنا الكواليتي بروسيجرز هنقول هنشرحها، بس مش هنقعد نشرح واحد واحد في ايه، لا هنقول ايه الايه يعني 40 45 بروسيجر. الشركه عاديه في حتت اشتغلنا فيها كانت بروسيجرز اكتر من 200 300 بروسيجر، على حسب حجم الشركه، حسب حجم المشروع، على حسب الاكتيفيتيز اللي فيها، حسب حاجات كثيره جدا، حسب الايرز بتاعته، حاجات كثيره جدا يعني. فايه ف يعني هنا هتبقى الموضوع بسيط شويه، يمكن 40 41 بروسيجر ولا حاجه. البي ام بي 49 بروسيجر، وهي يعني بتاعت كده يعني بتعتمد على انت عملت السيستم بتاعك ازاي ومدى البريك داون اللي انت عملته ومدى الحاجات اللي انت عايز تعملها. طيب كواليتي ماينر فور انترناشونال بروجكت مانجمنت كمباني. الحقيقه برضو انا اشتغلت الفتره في شركه بتاعت بروجكت مانجر، يعني كذا مره اشتغلت، بس دي لقيت عندي الكواليتي مانوال بتاعها، فقلت برضو ايه يعني هنعدي عليها بسرعه كده نعرف بقى ايه برضو ايه. انا مش ما كانتش في مصر، دي كانت بره، كانت بسم الله الرحمن الرحيم اعتقد كانت في ابو ظبي، كانت في ابو ظبي انا ما اعتقد. فالمهم يعني انا بحاول ان انا اطلع لكم يعني ايه ما يمكن، مش اقصى يعني. انا عندي حاجات في الكواليتي مانوال بتاعت شركات كبيره جدا، يعني بتاعت قطر جاز، بتاعت اسمها ايه، بتاعت السعوديه، الشركه السعوديه اللي هي ارامكو، عندي حاجات كتير جدا جدا. لكن انا مش هوجع دماغكم بالكلام ده كله، انا كل همي انك تعرف ان كل حاجه لها كواليتي مانوال بتاعها. لو انا اونر يعني في انت بتعمل الكواليتي سيستم بتاعك، الاونر والبي ام او تقريبا يعني ايه واحد، يعني عاده الاونر بيجيب بي ام او عشان يعمل له الايه السيستم بتاعه، فبيبقى واحد تقريبا. عندك لو انت ديزاينر يبقى عندك كواليتي مانجمنت، عندك سيستمز معينه بتاعتك انت خاصه بيك. بعد كده عندك ممكن كمقاول يبقى عندك بقى ايه السيستم بتاعك. يبقى انت انا بقول نعرف الفرق ما بين المكان اللي انا فيه، البروسيدر بتاعته هتختلف ايه في مجال الكونستراكشن. انا ما طلعتش بره مجال الكونستراكشن، انا ممكن في حاجات كثيره جدا تاني، فاي احنا بنتكلم في حاجات اللي هي ايه تخص العموم. واي حد في اي مجال تاني عايز اي حاجه احنا مبروكوا يعني. هنقول بقى اني كويشنز وثانك يو، على احنا كل ما نعرف الاجنده خلي بالكم، معلش انا يمكن ناخد الموضوع يعني بجد شويه. هنا بقى ريكويستد برزنتيشن فروم ذا انجينيرز. انا طبعا قلت لكم احنا بنهني نفسنا ان احنا عملنا 100 ساعه مع بعض، وقلنا برضو ان عشان تاخد شهاده انترناشونال النهارده، الحقيقه لما خدناها كان مطلوب مننا 140 ساعه، وكان مطلوب مننا مش عارف كام سنه خبره. دلوقتي بقت اسهل في الكونديشنز بتاعتها او في الشروط بتاعتها، اربعه ليفلز ايه والكلام ده كله. مش هتكلم برضه هكذا، انا مش بعمل اي حاجه، انا بقول ان احنا الحمد لله ال 100 ساعه اللي احنا عملناهم مع بعض تؤهلني ان انا اقف كده رجل على رجل، مش
مش بغرور يعني، بثقه ان انا ايه، انا I am already I could be certified as international project manager في الليفل بقى A وB او C. انما دي طبعا صغير قوي، ده اللي متخرجين جداد. المهم احنا مطالبين اولا نعرف يعني it's better ان انت تكون مثلا اشتغلت في شركه بصرف النظر بقى اشتغلت في شركه مقاولات او في شركه اداره مشروعات او في شركه ديزاين او في مع استشاري اشرف على تنفيذ او اشرف ديزاين. كل واحده من دول في بروجكتس هتعملها. انا مش عايز ادخل في ايه، في حاجات سكك ثانيه، في حاجات ثانيه ممكن تعمل اي حاجه، ممكن تعمل سلسله مصانع مثلا، ممكن تعمل في اي مجال يعني بعمل اداره. الاداره احنا قلنا لا علاقه لا بالهندسه ولا باي حاجه في الدنيا. انت بعد يعني بعد كم سنه في التخصص بتاعك 4 5 سنين في التخصص تبتدي في الاداره. انا عايز اقوله ايه؟ كل الناس اللي حاضرين معانا هنطالب كل واحد منهم، على فكره دي في الـ في الـ في الـ في, الـ في التست او في الاكزام بتاع انت يعني. انا بحاول ان انا اوصل نوصل كلنا مع بعض للمستوى ان انا لما يقول لي ادخل اعمل انترفيو ابقى انا عملت انترفيو قبل كده، اعمل لي برزنتيشن لمشروع او ريبورت عن مشروع وان انت عامله خلاص. بفضل ان اللي هيعمل برزنتيشن زي ما كنا قلنا في الاول ان هو هيعمل ايه؟ هيعمل باوربوينت، وفي موجود عندك في كل الحاجات اللي عملناها قبل كده ازاي تعمل باوربوينت. هنحضر كلنا معاه، هو هيشرح لنا. انا مش بخوف حد، خلي بالك دي حاجه ايزي جدا جدا جدا، ومفيش حد فينا يعني مستواه النهارده زي امبارح زي اول امبارح. احنا كلنا ممكن كنا زمان مثلا ما كناش نقدر نتكلم كلمتين على بعض، انا بمجهول الوقت وبالتدريب. مفيش حاجه اسمها مدير مشروع ما يقدرش يعمل برزنتيشن ولا يقف يتكلم ولا يقف يتناقش ولا يقف يعرض نفسه يعرض التيم بتاعه. فدي هنحتاجها من كل واحد فينا ان هو يحدد اي مشروع اي مشروع اي مشروع، وبس لما تجيبوا لي المشاريع بتاعتكم او الافكار، انا عايز الاول الفكره بتاعت المشروع اشوف يعني ايه هينظموا فيها ايه وعايز يعمل فيها ايه ويقدر يعمل فيها ايه. لو هو مشروع قديم وهو عمله ويقدمه كويس قوي، لو هو اشتغل مساعد مدير المشروع في مكان هيعتبر نفسه هو مدير المشروع ويقدمه. يعني كل الموضوع ان انا عايز احس ان احنا يعني عرفنا يعني اما اخد مشروع او اشتغل ازاي او اعمل بيه ازاي. لان للاسف انا بشوف كتير على الفيسبوك ناس وناس سيرتيفايد 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 اي بي ام اي وسيرتيفايد بي ام بي وسيرتيفايد برنس 2، يقول لك انا سؤال بيتقال بيتسال لو جالك لو خدت اي مشروع تبتدي منين؟ الرد ابسط ما ابسط من كده ما فيش، بس من كتر بقى ما بيبقى الاهتمام على شغل يعني مش عايز اقول اكاديميك، مش عايز اسمه اكاديميك في الاداره لا. وبعدين برضو نخلي برضو عندنا في مبدا في الاداره، خذ الاداره من المدير. ده مش تقليل من شان اي واحد اكاديميك، لا احنا بنتعلم الاكاديميك اتعلمنا كلنا منهم شزتنا كبار وكل حاجه، لكن اما عايز الاداره بتاعتنا احنا بقى اللي هي الكومن دي تاخدها من المدير، والمدير ده قطعا لازم يكون اتعلم من الاكاديميه دي. فالاداره زي الجراحه بالظبط، مفيش في الدنيا دكتور جراح يقدر يشرح جراحه ولا يبقى استاذ فيها الا اذا ايه؟ الا اذا عمل عمليات باسمه بايده. طيب introduction and evolution of quality management system. ده الكيرف ده اللي حضر معانا من الاول هيلاقيني ايه ده يمكن ثالث مره او رابع مره اتكلم فيه. انا دايما بعرضه ليه؟ كل فتره كده عشان ما ننساش احنا فين؟ احنا فين بالنسبه للاداره؟ خلي بالنا احنا قلنا الاوبريتور كنترول. الاوبريتور كنترول دي زي واحد مثلا نجار مثلا بيعمل كراسي ولا بتاع وهو بي ايه؟ بيشتغل بيخلص كرسي الثاني والثالث والرابع، هو اللي بيشتغل بايده. فهو اللي بيعمل كنترول على حاجته. بيجي في الاخر يبص على الحاجه بقى، ده طلع مظبوط زي ما انا عايز، ده انا هبيعه مثلا ب 500 جنيه، ده في شويه ايه في ايه يبقى انا هبيعه مثلا ب 150، يبقى بي ايه؟ بيرجع يقيم بقى ويعمل يبقى هو الاوبريتور كنترول. ان انا اللي بعمل حاجتي والكنترول بتاعي.
بعد كده الموضوع ممكن يكبر معاه شويه، ما في فورمان كنترول، فورمان ده واحد فورمان يعني فاهم اكتر من المال الموجود، فورمان يعني الناس بتشتغل هو بيبقى ايه خبير عنهم شويه، وبيقدر ان هو ايه يراجع مثلا 5 6 10 زي على قد العدد ده. بس كده الانسبكتور كنترول، الانسبكتور كنترول ده بيعمل انسبكشن بقى، بيعدي عليه وبيشتغل بتعمل دي ازاي، مش بيساله يعني يشوف بيشتغل ازاي، بيعمل ازاي بيعمل تمام الاخر، بيعمل انسبكشن لايه للخشب. لو هو انا بتكلم على نجاره فاني ابسط حاجه، كل الحاجات اللي عنده بسيطه، خشب غير تنجيد دهانات يعني الحاجات يعني الحاجات فيها مش معقده يعني مش ده. فالايه فالاسبكتر كنترول ده بيبص على كل حاجه بقى، على الخامات محدش جاب له مثلا غير بايظ ولا حد جاب له حاجه، لا فده انسبكتور اعلى شويه من دول يبقى دي 1 2 3. بعد كده بقى نزل حاجه ما ايه الكواليتي كنترول. الكواليتي كنترول ده بيبص على الانتاج، يعني انت احنا بنقول عناصر الانتاج ايه؟ المانجمنت الاربعه، مان باور، ماتيريال، ماشينري، وماني. خلي ماجي على جنب شويه هي ليها كنترول، فيها الكوست كنترول موجود، انا هتكلم على الكواليتي اللي هي ايه اللي هي اون سايت او اللي هي اون برودكشن. مع الكواليتي كنترول بيبقى عندك ايه المان باور لازم يوقف بالشغل ده، ما يكونش مثلا ان هو اصلا سباك وشغله نجار او مثلا كهربائي وشغله حداد، لا هو الراجل ده هو بيتقن هذا الشغل وبيتقنه لاي درجه. ما ممكن انا المعلم فلان الفلاني اللي بعمل مش عارف ايه، وتجيبه تحطه قدام الحاجه تلاقي مستواه مش معلم ولا حاجه. خلاص الكواليتي كنترول اول حاجه زي ما قلنا عشان برضه نبقى فاكرين اللي هم الايه الفور ام اللي هي المان باور وايه ماتيريال وماشينري وماني. احنا بنتكلم على كنترول اون سايت، احنا بنتكلم على الايه الثلاثه دول اللي هو المان باور والماشينري والماتيريال. بيعمل كنترول بقى على ثلاث حاجات دول، ما تجيش مثلا اشغله ان شاء الله يا رب بشاكوش والشاكوش ده ايده مكسوره وبايظ وحالته بالبلة، بيشتغل بمسامير مسمار ثلاثة مسمار أربعة مسمار خمسة وكله كده على بعضه زي أي كلام، أو مثلا الغرة مثلا غرة مضروب أو بايظ أو إلى آخره. يعني فاهمين؟ بقى دلوقتي بعمل ده كواليتي كنترول. كواليتي كنترول يعني إيه؟ كواليتي بتاع الماتيريال والمصنعية أون سايت. ماشي الحال؟ طيب تبتدي هنا بقى الكواليتي أشورنس اللي هو الأيزو. الأيزو اللي إحنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو إيه؟ اللي هو بعمل النظام اللي يخلي المنتجات اللي انا بعملها او اللي انا متعهد ان اعملها اطلعها بالكواليتي المتفق عليها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي احنا لان دي برضو في حاجات دايما يعني في حاجات لازم ادفع فلوسها في الاول واخدها بعدين. احد الحاجات دي المقاولات، يعني انا كمقاول باخد فلوس على حاجه ما تخلصتش، ما هيبان الانتاج بتاعي في الاخر، عشان كده الريسك اللي بيتحسب بيبقى عالي والمقاولين بيكسبوا اكتر بكتير عشان الريسك مش علشان الحسابات يعني. فالمهم فالكواليتي اشورنس ده اللي هو اللي بنشتغل فيه دلوقتي اللي هو ايه الايزو، اللي هو النظام من طرف ثالث بيقول ان المكان ده او الشركه دي يا رب تكون مطعم. النظام لو مش بالنظام اللي بيقول عليه ده الانتاج بتاعه هيطلع كويس، هيطلع الفول بالبسطرمه، الفول بالفلافل، الفول بمش عارف ايه، الفول بالايه، اصنافه كل واحد هعرف يعمله ان هو هذا المصنع هذا المطعم اذا عمل هذا الكلام طبقا للنظام اللي عامله بقى وكل الكلام ده كله البروسيجرز وكل التست بتاعه وكل الكلام ده كله. فالكواليتي اشورنس ده اللي هو ايه؟ اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. شوف واحد واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ده في ستيج فايف. خلاص؟ الحمد لله. هنيجي بعد كده نتكلم عليه بعد كده دي ان شاء الله اذا كان فينا عمر باذن الله تعالى هندخل في التوتال كواليتي مانجمنت. مش هحط في اند دي خلي بالك، يعني احنا بنتكلم ان انت كبروت مانجرز عارف ما ليش انا قاعد في مكان وتقال لي كان حد على التوتال كواليتي مانجمنت ابقى انا مش عارف الحكايه. التوتال كواليتي مانجمنت دي مرحله يبقى دي من امتى؟ من قبل الحرب العالميه الثانيه. يعني اشهر واحد في الناس عارفين اللي هو ديمينج، لو بتاع ديمينج سيركل اللي هي ديمينج سيركل اللي هي يعني واحده اللي هي الايه؟ بلان دو تشيك اكت. وهي برضه عشان برضه يعني من يبين ان احنا يعني عارفين برضه
هي مش بتاعت ديمي، هي بتاعت استاذه من اسمه شوهرت، اذا كان عارف ستاتستكس، فكان استاذه هو اللي طلع الافلام دي تشيك اكت. لكن لما جه ديمي واتشهر واشتغل وخد الدايره دي سماها باسم هو ايه؟ ديمي. يعني طبعا ما حدش قال له ده بتدفع كام ولا تعمل ايه ولا حقوق ايه ولا بتاع، فبقت اسمها ايه؟ ديمينج سيركل، وهي اصلا بتاعت شهر سيركل اللي هي بلان دو تشيك اكت. ديمينج هنقول قبل في خلال الحرب العالميه الثانيه وقبلها بشويه كان في امريكا، قال لهم اتس تايم فور نيو ريليجن، يعني ادي وقت ايه؟ ديانه جديده اللي هي الايه؟ التوتاليتي مارش. التوتاليتي مارش اللي هي ايه؟ الكواليتي بتاعت كل شيء، كل شيء عشان ايه؟ يبقى نظام، يعني يبقى دخل الكواليتي في كل حاجه. ان شاء الله الهواء اللي قاعد بتتنفسه، المكتب اللي قاعد عليه، الكواليتي بتاعتك، كواليتي بتاعت الماتيريال، يعني كل نتكلم عليه ده نضيف عليه بقى توت من كل ما هو لاخره. وان شاء الله باذن الله تعالى وي دو ماي بيست ان انا يعني ايه نعمل برزنتيشن كده سيمبل، يبقى برضه كمدير مشاريع عارفين يعني ايه توت كواليتي مارجن. فان شاء الله يعني ات ويل بي سون يعني، بس انا في حاجه ثانيه هقول لكم عليها بس نخلص الحاجه. السكس سيجما بقى دي كانت ايه؟ كانت سيكس سيجما زمان كانت ميثودولوجي انك تقيس المهاره بتاعتك او الكفاءه بتاعتك او كفاءه المنتج. بمعنى ايه؟ يعني السكس سيجما بتقول ايه؟ بتقول ده اللي هو الكيرف اللي هو البيل شيب، ان انت كل مليون عمليه او كل مليون بروسيس صغير يعني كل مليون واحدة في ايه؟ 3.6 ديفكت بير مليون. يعني معطوط لك الحق انك تخطئ 3.6 ديفكتس كل مليون عملية. طبعا الكلام ده يعني ايه اللي يشوفوه هيقول ده مستحيل، لا في اليابان شغالين كده ومعروفين من زمان قوي. هكمل لكم حكاية ديمينج برضو، بس بقول لكم يعني اليابان متأصل فيها السكس سيجما، اصلا في 6 سيجما اللي هي اللي هم توتال كواليتي مارش في 6 سيجما. وكل العلماء اللي طلعوا بعد ديمينج هم كلهم تلامذته لكن هم تفوقوا عليه بحاجات كتير قوي، طلعت كايزن حاجات كتير قوي. اللي 6 سيجما بقى حصل ايه بقى؟ اللي 6 سيجما اللي كانت ميثودولوجي ان انا احسب انا كواليتي بتاعتي لغايه فين؟ ما كانتش لسه طالعه، فلما طلعت بقى لها بقت ميثودولوجي ان انا بعمل التوسيس بتاعتي او كلها من هو لاخرها واحسب الديفكتس اللي عندي واحسب انها كام ايه كام ديفكت بير مليون. اذا بقت 3.6 بير مليون يبقى انا ايه ماشي 6 سيجما، لو قلت عن كده توصل بقى توصل تبقى مثلا 4 سيجما بدل 3 بدل 6 سيجما هتبقى 5 هتبقى 3 هتبقى 6. ولها يعني مقاييس ولها اعتبارات دي بقى للناس المتخصصين وموجوده، يعني لو دخلت على النت وسالت في الكتب موجوده. يعني ده بقى لين 6 سيجما. لين 6 سيجما دي بتعمل ايه؟ ده التطوير بتاع 6 سيجما. 6 سيجما كانت يا دوب كانت بتقيس وبتعرف انت فين، انت جبت 6 سيجما ولا لا. اللين 6 سيجما بتعمل ايه؟ البروسيدرز بتاعتك انا هعمل كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا والبرودكت بتاعي يبقى في الاخر كذا. اللين سيجما بتقول لك ايه بقى؟ لو في بروسيس خطوه يعني من الخطوات ملهاش لازمه ولن تضيف فاليو، لو مش هتضيف اي فاليو ملهاش لازمه امسحها الغير. يعني ليه 6 سيجما بتخلي لو انت بتعمل مثلا 100 خطوه عشان تحقق نتيجه ممكن تخليهم لك 60 خطوه، ممكن تخليهم لك 70، يعني بتشيل لك عدد من الخطوات اللي انت ايه يعني زياده على 6 سيجما. 6 سيجما بتحسب لك انت المستوى بتاعك فين، انت 6 سيجما او اقل او الى اخره. في على فكره في ناس بتعدي 6 سيجما 7 و8 بقى، ده كلام ده في الايه؟ شغل الفوضى بقى، شغل الثوراء، كلام من الاخر لموضوع تاني. اوكي؟ فدي ايه؟ انا الكيرف ده دايما بحب ان انا ابينه. ليه بقى؟ احنا الى الان الى الان لما اي فكره بتبتدي تشتغل، وده احد الاسباب اللي احنا يعني ما احناش قد العالم، يعني احنا النهارده لما تقف ايه؟ تقف مع اليابانيين بتبهر. انا اقسم بالله اشتغلت مع يابانيين ما حسيت باي فرق، هم نفسهم كانوا بيقولوا لي ار فيري تاف فيري تاف فيري تاف. فالقصد ان ايه؟ ان احنا بوجه عام ما احناش قابلين
مش متقبلين الاخوان طبعا الا من رحم رب. في عندنا اساتذه كبار وعالميين، الصين كلها اولها واحد ده عراقي يعني. احنا وعندنا اساتذه اخواتي واساتذتي لما بيتعلموا هذا الكلام بتوع هندسه انتاج اللي هم اساتذتنا بقى اللي علم على ايديهم حق من الاخر. انما تيجي على الكواليتي على الايزو يقول لك يا عم دي خلاص الشهاده هندفع فيها مش عارف 10,000 جنيه ولا 20,000 جنيه وناخدها ونعلقها. لا الموضوع مش كده خالص. انت لو اشتريتها خدتها بالطريقه دي وعرفتها وعلقتها يبقى انت رميت فلوس في الارض. انما لو انت بذلت مجهود فيها وصرفت عليها 30 40 واخدتها صح، انت من عمليه واحده هتوفر قد ثمن الشهاده اللي عملتها 100 مره و1000 مره. معلش الكلام ده شكله يطول، لكن انا بكلم الكلام ده ليه؟ ابين اهميه ان الكواليتي مانجمنت هو اهم موضوع لازم تكون عارفه في الاداره، سواء اداره مشروعات او اداره اي نوع من انواع الاداره. لازم تبقى عارف هذا الكلام، لان دي متعلقه بالسيستم. مهما كنت مدير مشروع محترف دولي، عملت احنا عملنا مشروعات بمليارات، ممكن اجي في اوضه كهرباء 4 في 4 ويبوظ مني. انا بشتغل، انا مدير مشروع دولي وشاطر وجدع والسيستم اللي عندي مش كويس. وده كان سؤال برضه بالمناسبه برضه في باريس في جامعه هناك، وكان في مناقشات كانوا بيتكلموا على الكوربسيون، بحكي الحكايه دي دايما. الكوربسيون مش في مصر، في العالم كله ولا اخره. فكان ردي رفعت قلت لهم اخوانا الكوربسيون ده عشان يصلح حاجتين بساط جدا، حط واحد مدير فاهم توب اوف ذا بزنس، مدير فاهم ونظيف واثكس عالي وشغال كويس قوي خلاص، ويتعمل له سيستم، تعمله بقى ايزو، تعمله يوروبيان سيستم، اعمله سيستم واضح وصريح، اعمله انت بنفسك. هنكون عملنا كل ما هذا الكلام من قبل نعرف ايزو، قبل الكلام ده كله من زمان كنا بننجح بنعمل كل حاجه. مش مرتبطه يعني ان انا اعمله نظام امريكاني او فرنساوي او عالمي او اخر، لا وانا اعمل نظام بنفسي. محلات الناس اللي ما بتعرفش تقرا وتكتب وبتنجح ليه؟ عملت نظام لها وحطيت مسدد ونفعت. فالمهم قلت لهم انت عشان تنجح ببساطه شديد اعمل الحاجه زي ما انت عايز. هتلاقي ان انت لو حطيت واحد فاهم مدير مشروع فاهم من فوق وهو اللي عايز الناس واللي اشتغل وكده وعنده نظام، الكوربشن اللي عندك لا يمكن هيزيد 1 أو 2%. دي بنسيبها للايه؟ العنصر الانساني بقى، واحد عدم عليه مسطره، واحد جاب له في عيد ميلاده تورته، واحد عامل اي حاجه. انما عندك مدير فاهم كويس قوي، اولا لن يسمح ان واحد وحش او واحد كوربت يشتغل معاه، لن يسمح ان السيستم يبوظ او يتعمل، ان هو نفسه بيتراجع بالكواليتي. معلش اما في الحته دي لانها حته مهمه جدا، وبود ان كل اللي يعني مش قصدي انا ما بقولكش تخصص في الكواليتي، بس لازم تبقى كواليتي مانجمنت، يبقى فاهم كويس قوي الكواليتي مانجمنت، ويبقى فاهم كويس قوي ان الكواليتي اشورنس اون سايت او كواليتي مانجمنت اون سايت ده استثمار ليك في مشروعك او في مؤسستك او في شركتك او في حكومتك او في اي حاجه. هندخل على بعد كده على الايه الكواليتي مانجمنت، هنتكلم على الانترودكشن. ماشي احنا خدنا وقت كتير في الموضوع ده، بس يعني ايه ده ايه يعني ايه. طيب اتس اوكي ماشي الحال. طيب هنتكلم دلوقتي في ايه احنا. طيب هنتكلم دلوقتي على ايه، على كواليتي مانجمنت. يعني كواليتي مانجمنت ايزو 3001:2015 بالفيفث اديشن، خلي بالك يعني عاش بدات اول واحد امتى. انا اول واحد اشتغلت عليها كانت 92، 92 لغايه دلوقتي، احنا قلنا 8 هناك 21 هنا، يعني 30 سنه. يعني ما بحبش انا اقول حاجه مش متاكد منها، انا مش عارف انا بدات في الفيرجن كام. 92 دي الناس اللي قاعدين ممكن يكونوا شغالين وعارفين يعني يردونا يقولوا لنا كذا. ده الفيفث اديشن في الايه 9000. Coordinated activities to direct and control an organization with regard to quality. يعني دي coordinated activity، يعني انشطه ايه؟ منسقه علشان توجه وتراقب المنظمه بخصوص ايه؟ الجوده بتاعتها. ماشي؟ ده الايزو 9001، ده في كلمتين بسيطه. ديفاينز برضه كواليتي مانيوال، هنا الديفينيشن بتاع كواليتي مانيوال. يعني ايه كواليتي مانيوال؟ كواليتي مانيوال از دوكيمنت سيتنج
out a document setting out the general quality policies. يعني ده document عباره عن document اللي هو ايه اللي هو الايه اللي هو اللهم صل على سيدنا النذير وثيقه document ده وثيقه بت set out يعني بتبين وبتصف الجنرال كواليتي بوليسيز. الكواليتي بوليسيز اللي هي سياسات الجوده العام. يبقى في اول حاجه ايه؟ الجنرال كواليتي البوليسيز قبل الفيجن والميشن وبعدين البوليسيز وبعدين ايه؟ والبروسيجرز اند براكتسز اوف ان اورجانيزيشن. يبقى الكواليتي مانر اللي هو ده عباره عن ايه؟ دوكيمنت وثيقه بتوصف الجنرال كواليتي بوليسي بتاع المؤسسه سياستي سياسه المؤسسه في كل الاتجاهات خلاص والبروسيجرز اللي هي الاجراءات بنقول عليها وبعدين ايه والبراكتسز اللي هي الايه براكتس اللي هي التطبيق بقى او الممارسات بتاعت ايه المنظمه او طيب الكواليتي مانيوال the word general الجنرال قلنا عليه مره فاتت كانت في الاستاذ قبل كده فيري امبورتنت ليه بقى؟ دي ديفينيشن مهمه جدا في الديفينيشن ده ليه؟ الكواليتي مانوال از يوجوالي ذا فيرست انديكيشن ا بروسبكتيف كاستمر ريسيفز اوف ا كومبانيز ابروتش تو كواليتي اشورنس. اول حاجه وانا داخل للزبون وانا داخل للزبون عندي انا مثلا انا شركه مقاولات وداخل اخد مشروع من حكومه من شركه من اي حد اللي ما عندوش كواليتي سيستم ما عندوش ايزو وثلاثة ايزوز ما يحلمش ان هو هيدخل ياخد شغل من شركه انترناشونال لا هيقدر يدخل ياخد لا من باكتر ولا من بروجكتس ولا من اي شركه ولا اي شركه ولا شركات البترول اللي هي المالك ولا من الاخر انت ممكن تدخل بقى تاخد يعني سب كونتراكتور من حته بتاع عشان كده الاجيال الجديده قدراتها احسن مننا 100 مليون مره لكن الكلام اللي هو السمور ده كلام مش عايز اقول كلام عجوز يعني لازم يتبنى معانا الكواليتي ثم الكواليتي ثم الكواليتي فانت اول حاجه بقدمها وبيعرف عني بيشوف الكواليتي مانوال بتاعي انا ممكن اروح على النت واخش على الحاج جوجل اقول له ايه داونلود الكواليتي مانوال فور ا كونتراكتد كومباني هتجي لي 100 واحد اخد واحد منهم واروح تختمه ومضيه وموقع عليهم تاريخ تاريخ النهارده واروح بعته بالسلام ده انت بقى يا ضيعت نفسك يا ضحكت الناس عليك ليه؟ ممكن الحاجات اللي فيه اللوجيك كل حاجه لكن المطلوب فيها اللي اتحط فيها اعلى بكتير من الحاجات اللي عندك هتيجي تشتغل هتعرف انك كذاب من اول يوم لو انت قعدت اتكلمت مع العميل ده من الاول خالص وهو ناقشك او سالك سؤال او حاجه ولقاك يعني انت الكلام ده انت جايبه منين؟ خلاص يعني نبذ العلم يبقى مرتبط بالحاجه الكتابه. طيب يبقى ايه؟ It's very important is definition. A quality manual is usually the first indication. اول indication. Indication هو العلامه. للكاستمر او البروسبكتيف كاستمر للمالك او اللي داخل عنده شغل اللي بيشوف عشان يقول ايه؟ ان انا عندي كواليتي اشورنس. الكواليتي مانوال بيبقى فيه ايه بقى؟ It should contains at a minimum خلي بالك احنا بنتكلم على ايه؟ على المينيمم. ايه بقى؟ البوليسي ستيتمنت. البوليسي ستيتمنت دي بتتحط لازم تبقى موجوده. هنتكلم احنا هنفرض هنعرض عليكم كم يا رب نقدر نكمل النهارده انا شايف برضه الوقت بيهرب مننا وشكلنا هنضطر احنا نعمل على محاضرتين يعني الكلام ده كان بقول خلاص النهارده اكبر من يعني طيب البوليسي ستيتمنت اللي هي ايه؟ والستيتمنت اللي هي السياسه بتاعتي ببينها الستيتمنت بتاع السياسه بتاعتي ايه؟ بس دول عايزينها بيبقوا فين بقى؟ بيبقوا بالاول بيبقى الميشن والفيجن الرؤيه بتاعتي مين كمدير مشروع كمدير شركه كمدير منظمه كمدير مؤسسه او 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 رئيس مجلس اداره او الى اخره لازم في ميشن وفيجن الهدف بتاعتي خلاص؟ بيبقى بيطلع من الكلام ده يقول ايه؟ بوليسي ستيتمنت اللي هي ايه بقى بوليسي ستيتمنت؟ اللي هي
بيان من الشركه يعني ستيتمنت، انا بقدم ستيتمنت بالسياسه بتاعتي. الاثوريتيز اند ريسبونسبيلتيز، الاثوريتيز اللي هي ايه؟ الاثوريتي اللي هي السلطه، السلطه اللي انا فيها سلطتي ايه؟ سلطتي حاجه والمسؤوليات عليها حاجه ثانيه. انا ما اقدرش يبقى عندي مسؤوليات ما يبقى عندي سلطات. يعني انا دلوقتي انا ممكن امسك مثلا مدير مشروع وانا ما عنديش دي مسؤوليات عليا انا ادير المشروع ده، هل ما يبقاش ليا سلطات؟ ما اقدرش اقول المهندس اعمل كذا او رئيس اعمل كذا، لا دي مرتبطين ببعض. الاورجنايزيشن شود كونتينز از من الحاجات دي كلها، البوليسي ستيتمنت اللي هي السياسات بتاعتها، الاثوريتي ريسبونسبيلتيز السلطات والمسؤوليات، الاورجنايزيشن اللي هي الايه؟ اللي هو الاورجنايزيشن اللي هي المنظمه نفسها انت بتديرها، السيستم اوتلاينز اللي هي ايه؟ حدود النظام اللي عندك، خطه بتاع النظام اوتلاينز اوتلاين اي نظام عندي، كريتيريوم بتاعه الاساس بتاعته، والبروسيجرز اندكس. هنا بقى بروسيجرز اندكس، يعني ايه بروسيجرز اندكس؟ انت عشان تعمل الايزو بيبقى عندك بروسيجرز. في انا هفرجكم على اللي هي الكواليتي مانجمنت بتاع الشركه، بيقول شركه كبيره جدا ومليارات مليارات كتير، يعني انت عدى دلوقتي 50 60 مليار شغل في مصر بس. لكن هتلاقي ان البروسيجرز بتاعتك من اول لاخرها 40 41 بروسيجر. عموما بيبقى كتير تحت بروسيجرز، في حاجات كتير جدا، في انسبكشن تيست بلانز، في حاجات برضه ايه يعني مش ناس كتير تعرفها، لكن تبع البروسيجرز البي ام بي اللذيذه الحلوه دي هي الميثودولوجي اللذيذه 49 بروسيجر. خلاص طيب، كواليتي مانوال شود نوت كونتين ديتيل بروسيجر. جوه الكواليتي مانوال ده ما بيبقاش البروسيجرز موجوده، بيبقى فيه ايه؟ اندكس البروسيجرز اللي هي ال كشف البروسيجرز. البروسيجرز دي زي ما قلنا كل حاجه، كل موقع بيحصل بوظف الناس ازاي؟ بعمل اعلانات ازاي عشان اتاهل الناس عشان اوظف منهم؟ بعمل لهم التست ازاي؟ بعينهم ازاي؟ الاوراق المطلوبه من كل واحد ايه؟ يعني كل خطوه بتتعمل في الشركه بيتعمل لها ايه؟ بيتعمل لها بروسيجر. تدخل الشركه لابس ايه؟ في شركات ممنوع تدخل مثلا اذا كنت لابس مثلا بدله زرقاء بقميص مثلا روز بكرافات تنبيت، كنت بتشتغل في بنك مثلا او بتشتغل في هيئه سياسيه او بتشتغل في سفاره او الى اخره، بتوصل لكده. خلاص؟ جاي الشغل جاي ما انتش مثلا مربي دقنك قد كده ومهمل في نفسك، ولا مربي شعرك قد كده ومضفره من ورا، في حاجات كل حاجه بقى باينه في الايه؟ في البروسيدرز. خلاص؟ انا البروسيدر ما بتتحطش مع الكواليتي مانيوال، يبقى كشف بيها بس. بروسيدر نمبر 1 كذا مثلا كواليتي مانيوال، نمبر 2 مثلا الريكروتمنت مثلا اتش ار كذا كذا، نمبر 3 كذا، نمبر 4 كذا، نمبر كذا 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 كذا، وتحت يوم كل واحد هيبين برضه الكلام لما نيجي نتكلم على ايه؟ على كواليتي مانيوال نفسه. طيب هنا بقى دي النقطه من النقاط المهمه، لان دي الحقيقه دي على بساطتها بس هي دي بتسهل لي جدا لما باجي ادرس الكواليتي اشورنس 9000 واحد، ولما اجي اعمل الكواليتي مانيوال، لما اجي بفكر في السيستم نفسه. بمعنى ايه؟ هي دي الموضوع ببساطه. الو بلان دو تشيك اكت، هتلاقي دايما دايما في ثلاثه شابترز في الاول، سواء في المواصفه الاصليه يبقى دايما عنده ايه؟ ثلاث ابواب، ثلاثه شابترز في الاول فيها ايه؟ التوصيف بتاع الشركه، مش عارف ايه الكلام الحلو ده بتاع. يبتدي بقى من رقم 4 لغايه رقم 10 بيعمل ايه بقى؟ بيحط الستبس بتاع الشغل بتاعه، هنبينه هنا. طيب احنا هنا اهو الكواليتي مانجمنت سيستم ماشي الحال، عندنا شابتر 1 شابتر 2 شابتر 3 انترودكشن
انا مش عارف ايه، او الديسكريبشن او مش عارف ايه، الثالثه الريسورسز ايه او كذا، حاجان هنتكلم عليها واحنا شغالين. انما بيبتدي منين؟ بيتكلم من اول حاجه من الايه؟ اورجنايزيشن اتش كونتكست، كونتكست اللي هي اول حاجه في الايه؟ الاول اول اول بيان انا عايزه عشان ابتدي ادخل في الايه دايره بتاعت بلان اهي، بلان اهي الدو اهي واهي 7 8. مش قلنا احنا هم عشان نعرفهم. في ناس كتير على فكره بتشتغل بس ما تبقاش يعني مبسطه العمليه كده. ادي بلان اهو، في البلاننج اهو اللي هو اول حاجه بلاننج، ده في الفصل الكام؟ السادس. خلاص؟ عندنا الفصل الرابع اللي هو اوجرافيكس كونتكست النيدز اند اكسبكتيشن اوف ريليفنت انترست بارتيز اللي هو الستيك هولدرز، وده الكاستمر ريكوايرمنتس، دي كل الحاجات اللي هي ايه؟ ان هدخل بقى ابتدي بيها ايه؟ اعمل اول حاجه البلاننج. طب الفصل الخامس اللي هو ايه بقى؟ اللي كان المفروض قبل ده اللي هو ايه؟ الليدر شيب. بس الليدر شيب ده شغال على كل ايه؟ المشروع كله، هو محطوط جوه دايره في النص الليدر شيب اللي هي خمسه. الكيرف ده او السايكل دي بسيطه جدا بس عايزه ايه؟ يعني نشربها نخليها في دماغنا هتريحنا حاجات كتير قوي، هتسهلنا حاجات كتير جدا. باجي الفصل الرابع احنا قلنا بيبقى فيه الاوريجن كونتكست، يعني التوصيف بتاع المؤسسه بتاعتي فيها ايه واولها ايه من اخرها ايه واحتياجاتها ايه والستيك هولدرز اللي فيها ايه او الانترنشنال بارتيز ايه. ده اربعه. خمسه الليدر شيب بحطه في النص هنا عشان نمشي بقى بالمسلسل. هو بعد كده بلاننج، بلاننج هو التخطيط، هي بتقول ايه؟ بلان دو تشيك اكت. البلاننج هو التخطيط اللي هو ايه؟ هشغل بقى كل الايه؟ السيركل دي عشان نرجع لها تاني. فالبلان اهو، دو بقى هنا اللي هو ايه؟ سبورت والاوبريشن اللي هم ايه؟ الفصل السابع والفصل الثامن. بيجي سبورت لان ده المين ايشو بقى اللي هو اللي بتشتغل انت، بلان وبعدين دو. فالدو ده اللي هو ايه؟ بنفذ بقى كل الافكار وكل الكلام ده كبلان، صح؟ طيب عملت دو، جيت هنا بيرفورمانس ايفالويشن اللي هو نمره 9. الله، مش احنا قلنا بلان وات يو ونت تو دو، وبعدين دو وات يو بلاند اللي هو ايه؟ السبورت اوبريشن اللي عندي، وبعدين بقى ايه؟ بيرفورمانس ايفالويشن اللي هو ايه؟ تشيك. تشيك اللي هي ايه؟ تشيك ذا ديفرنس between ايه؟ what you planned and what you have done. لو هما مستويين قد بعض خلاص انت مالكش حاجه وماشي كويس الحال، ماشي الحال. لو انت عامل احسن من اللي انت كنت مخططه كتر قلب خيرك وبنكمل. انما نقص درجه درجتين ثلاث درجات انا لازم اصلح درجتين ثلاث درجات واضحه قدامي وبصلح الحته اللي هي ايه محتاجه تصليح بس. طيب يبقى انا بعمل كده تشيك ايه؟ اكت اللي هو بقى ايه؟ الامبروفمنت. يبقى ادي الاربع خطوات اللي هم بلان دو تشيك اكت، جواهم الليدر شيب اللي هو ده الباب الخامس، وادي الايه؟ الباب الرابع، ببتدي الرابع، بعدين الخامس الليدر شيب، بعدين السادس، السابع والثامن والتاسع والعاشر. عايز ده يبقى ايه في دماغنا كلنا؟ بيطلع من ده كده ايه؟ الريزلتس اوف ذا كواليتي مانجمنت سيستم. الكلمه بتطلع منه ايه؟ النتائج بتاعتنا ايه؟ كاستم ساتسفاكشن، كل اللي الكاستمر كان عايزه اتعمل. والبرودكتس اند سيرفيس، لان انا المنتج بتاعي يا اما برودكت حاجه هاكلها هشربها يعني هستخدمها، او سيرفيس يعني يا بريد يا 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 اعلام يا 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 يعني اي حاجه بتاخدها كسيرفيس مش كايه؟ مش كبرودكت يعني الحلاق ده سيرفيس مثلا. طيب كواليتي اشورنس بروجرام دوكيومنتيشن، احنا بقى لنا دلوقتي كام؟ بقى لنا ساعه مرة ساعة، معلش. طيب اتس اوكي. الكواليتي اشورنس بروجرام دوكيومنتيشن ده الدوكيومنتيشن بتاع الايه؟ الكواليتي اشورنس عموما عبارة عن ايه بقى؟ برنامج الكواليتي اشورنس. عشان نعرف الدنيا بسيطة قد ايه. احنا قلنا الكواليتي مانيوال ده اللي هنتكلم عليه النهارده ده ما فيهوش البروسيجرز. بيتحط عليه البروسيجر مانيوال. يعني لما احط الكواليتي مانيوال اللي انا عامله ده اللي فيه بقى العشر تغطيه العشر نقط اللي احنا كنا بنتكلم عليهم العشر شابترز، هنحط عليها حطينا البروسيدجر مانيوالز. المانيوالز اللي هي فيها ايه؟ اللي هي بروسيدجرز 1 2 3 4 5 6 لغايه ما خلاص انا يعني قفلت كل الشغل بتاعي، يبقى اسمه ايه؟ الكواليتي بروجرام. يعني
برنامج الجوده هو ايه؟ عباره عن كواليتي مانيوال اللي انا بقدمه اول حاجه للامكان اللي انا رايح له، والبروسيجر مانيوال اللي انا ايه؟ الحاجات اللي انا هنفذ بيها وهلتزم بيها لما ادخل اشتغل الشغلانه مع اي عميل او مع اي ايه. خلاص؟ طيب. لو جينا هنا بقى، هنا بقى كواليتي بروجرام. كواليتي بروجرام هنقول ايه؟ عباره عن ايه؟ It's defined in the British Standard 4778 as a document, a set of activities. مجموعة set of activities بالدوكيمنت بتاعتها بالوثائق بتاعته. Activities وresources وevents أحداث، يعني activities اللي هي الأنشطة. Resources اللي هي الموارد اللي أنا بشتغل بيها. والevents الأحداث serving to implement the quality system of an organization. يبقى ده يعني ايه بقى الكواليتي بروجرام؟ اللي هي مجموعه الانشطه، انشطه موثقه، والريسورس والريسورس الموارد والاحداث اللي بتخدم تطبيق نظام الجوده اللي في اي منظمه. طيب the manual describes the intent، يعني intent يعني ايه؟ انا intending ان انا اعمل حاجه، انا يعني ايه هعمل حاجه ازاي. المانوال بيشرح انا هعمل ايه. The procedures details not only what، يعني البروسيجرز دي البروسيجر مش انا هعمل ايه، لا هو ده what، مش what بس، مش انا هعمل ايه لا، ومين اللي هيعمل وازاي وامتى وفين وواي وليه. يعني كل دي اللي بت ايه المانيوال بي ايه بي بيشرح ازاي الكلام ده. يعني البروسيجر ديتيل بيشرح ايه، بيشرح الكلام ده كله من اول لاخر. Thus the manual plus the supporting detailed procedures comprise the company's quality program. بقى الكواليتي بروجرام عباره عن الايه؟ عن الكواليتي مانيوال اللي انا اول حاجه بقدمه، اللي وصف لي كل الكواليتي بتاعنا عاملينها ازاي وهشتغلها ازاي، والبروسيجرز اللي هي الاجراءات اللي بتشرح انا هعمل كل حاجه عندي ازاي. النقطه اللي جايه دي حته جميله جدا. انا بقول ايه؟ بروجكت كواليتي بلان. انا ما اعرفش مدى يعني ايه معرفه كل واحد فينا البروجكت كواليتي بلان. بس هو للاسف في حاجات بتبقى ايه؟ عدت علينا وما بناخدش بالنا منها. لو دخلت على النت وقلت ايه؟ داونلود بروجكت مانجمنت بلان فور كونستراكشن كومباني، وممكن اقول له فور سكول فور كونستراكشن اوف سكول هينزل لي كواليتي بلان، فور هوسبيتال ينزل لي كواليتي بلان. ومش هينزل لي بقى كل كواليتي بلان، هينزل لي حته من الكواليتي بلان اللي هي ايه؟ الكواليتي مانجمنت. ماشي. كواليتي مانوال ده عباره عن ايه؟ الكلام اللي بنقول عليه ده كله، واللي هو ايه الكواليتي مانوال بتاع 9001 شرحه لنا، واللي هو يعني ايه يعني في كل ما يتعلق بالنظام بتاعي وهمشي ازاي وهعمل ازاي، ما عدا البروسيدرز اللي هي الاجراءات اللي بتبقى حاجه لوحدها، بتبقى حاجات كده اسمينا وحاجه بتتغير وحاجه بتزيد طبقا لحاجه في الشركه. طيب يبقى اول حاجه في البروجكت كواليتي بلان البروجكت كواليتي مانوال اللي انا اصلا بقدمه عشان ادخل فيه الموضوع العمليه او المشروع او الكلام ده. نمبر 2 الكونتراكت. برضه ايه نصحصح شويه، صحصح شويه. يعني ايه كونتراكت؟ هيقول لك ده قبل كده برضه لو هنبص في الـ في الـ في اللقاءات او المحاضرات الاولانيه كنا بنتكلم على الـ على الكوستنج والكونتراكت وكان نقول انواع الكونتراكت والكوست كنترول وكان بنقول اتكلمنا على الكونتراكت. الكونتراكت ده يعني ما بقول مثلا زي عندي مثلا ايه، عندي ايه الفيد كونتراكت، عندي الكونديشن اوف كونتراكت فور كونستراكشن. ده ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى ده باذن الله ده اللي هو ايه يعني اللي انا حابب ان انا ابسطه لكم واخليكم تبقوا عارفينه يعني ايه. برضو انا مش مطمع حد ان هو يشتغل في 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 في
في الكونتراكت مانجمنت. لا لا، انت صاحب الشأن في نفسك. انا بكلم على مدير مشروع. ما فيش حاجه اسمها مدير مشروع ما يعرفش يعني ايه كواليتي مانجمنت، ما يعرفش يعني ايه دوكيومنت، لازم يعرف كل حاجه. فالكونتراكت مانجمنت اكتر حاجه تفيد. تعرف ما هو في انواع كتير من الكونتراكتس على فكره. يعني انا قدامي هنا مثلا ادي 1 2 3 4 2 4 5، دي دول خمس انواع اهو من ايه، من الفيدك. انواع مختلفه. وفي اللي هو ده بتاع الايه، بتاع الكونستراكشن، بتاع الكونتراكت اوف كونستراكشن. ده انا بعتبره بالنسبه للعموم هو اهم واحد، لما الباقيين مهمين جدا. يعني في حاجات الاي بي سي كونتراكت، في حاجات كثيره جدا، في اللي بتاع الديزاينر او الانجينير كونتراكت. كل واحد له اختصاصاته، بس هو اتقالهم واكثرهم نفعا لينا اللي هو الكونستراكشن ايه كونتراكت، يعني اللي هو العقد الاحمر. وده تاني فيرجن. في الفيرجن الاولاني كان سنه 2000 فيرست اديشن، ودي الاديشن دي بتاعت سنه 2017. ده الهدايا اللي وضب لها ان شاء الله، ودي هتمشي معانا باذن الله ونقدر نعملها. وبالمناسبه يعني في 2001 2002 الكونتراكت ده كان موضوع من الموضوعات اللي مقدم على الدكتوراه، لازم يقعد يدرسه ويعمل له امتحان فيه. فده ان شاء الله ربنا يقدرنا مع يعني اصدقائنا وزمايلنا وابنائنا واحفادنا اللي حضروا معانا، ان هم ايه ان شاء الله ان شاء الله نبسط لهم هذا الكلام وناخده ونعرفه. دي اخر فيرجن فيه. طيب، فقلنا الكونتراكت ده عباره عن ايه؟ اولا لو قلنا اللي هو الفيدك، الفيدك ده مش هو العقد. الفيدك ده حاجتين من العقد، الجنرال كونديشن والسبيشال كونديشن. لو قال لك العقد المصري، برضه العقد المصري ده جنرال كونديشن، الشروط العامه والشروط الخاصه. لو قال لك البريتش ده جنرال كونديشن والايه؟ والايه؟ والسبيشال كونديشن. طب كونتراكت يعني ايه؟ يعني مجموعه حاجات. انا مش فاكر كلمه الموضوع كده، بس انا برضه نعرف يعني ايه كونتراكت مانجمنت. الكونتراكت مانجر ده مش واحد قاعد يقرا الجنرال، لا، الكونتراكت مانجر ده يبقى لازم فاهم كويس قوي كونتراكت، فاهم يعني ايه بلان، ويعمل يعني بروجكت مانجر، ويعمل حاجات كتيره جدا. ما هوش مش كده، وكل كلمه لها حسابها. ده بروجكت غير بروجكت غير ايه بروجكت. يعني لما تحط ارتكل حتى ولا حاجه ده بيفرق المعنى خالص. فالمهم الكونتراكت ده عباره عن ايه؟ الجنرال كونديشن والسبيشال كونديشن. دول اول حاجتين اللي هو فيدك او غيره. وبعدين في الجنرال سبيسيفيكيشن، وفي ايه؟ السبيشال سبيشال سبيسيفيكيشن. الجنرال سبيسيفيكيشن دي ممكن تبقى حاجات حكوميه. يعني في جنرال سبيسيفيكيشن لكل مثلا المشروعات الحكوميه مثلا في الكونستراكشن. خلاص؟ بيبقى في ايه؟ سبيشال سبيسيفيكيشنز. لو انا في مشروع عاوز توضيح معين لاعمال معينه او توصيف حاجات معينه مش موجوده في الجنرال سبيسيفيكيشن، او عايز اتوضح بيزود له ايه؟ ادي نقطتين ثلاثين كونتراكت. يبقى عندنا اربع نقاط: جنرال كونديشن، سبيشال كونديشن، جنرال سبيسيفيكيشن، سبيشال سبيسيفيكيشن. خلاص؟ بعد كده ما يخص بقى ايه؟ البي او كيو. البي او كيو اللي هو ايه؟ بيل اوف كوانتيتيز، اللي هو تفصيل بقى. لو انت بتشتغل بال يعني البي او كيو ده شكله هيختلف من طريقه عقد والتاني، اللي هو لو انت عقد بنود بيبقى عندك بند خطوط البند مخطوط كمياته، وانت بقى بتحط السعر كام قوي عشان تكمل عليه. او لو هو كوستن بلس، لو هو اي انواع العقود اللي هي مش اتكلمنا عنها قبل كده في الكوست مانجمنت، بيبقى ايه؟ يبقى بي او كيو. بصرف النظر هو ايه؟ شكل البي او كيو شكله ايه؟ طيب، خش بقى كده على الايه؟ على الدرونز. صح؟ مش كل ده اجزاء من العقد؟ طب وبعد كده ايه بقى؟ برضه قد لا يخطر بحد لحد على بال حد. اي خطاب او مراسله ما بين المالك الكونتراكتور او المالك اللي هو بيعمل عقد للكونسلتنت، كل الجوابات اللي هي او مستندات او ايميلات او اي حاجه ما بين الاثنين قبل توقيع العقد تعتبر اجزاء من الايه؟ من الكونتراكت. النقطه دي ساعات الناس احيانا بتحطها نقط خلاف، لكن هي المفروض ان هي الخطابات زي كده او الحاجات زي كده او المراسلات زي كده بتبقى بتوضح النقاط
في نقاط في سواء في الشروط العامه الشروط الخاصه في المواصفات اللي طبعا بيها في خطابات بترد عليها خطابات ترد عليها. فدي المفروض الغالبيه بيقولوا ان لازم دول ايه، احنا عندنا ايه 6 عناصر من مش بقى كونتراكت. مش كونتراكت دي مش مجرد ان هي كونتراكت، ما هياش كونديشنز سبيشال كونديشنز، لا. بعدين البروجكت بروسيدجر مانيوالز اللي هم دول بقى، دول المانيوالز بتاعت ايه اللي هي بروسيدجرز بقى، بروسيدجرز بتاعت الشغل. انت بيبقى عندك ممكن يبقى في بروسيدجرز للالكتروميكانيكال، ممكن يبقى في بروسيدجرز للاتش اس بي، بروسيدجرز لاي حاجه يعني، اي موضوع له بروسيدجر عندك خلاص. في بروسيدجر موجوده ثابته مع الكوربريت بروسيدجرز، بس لو بروجكت وجع لحاجه زياده انت ممكن تعمل له بروسيدجرز جديده. طيب في الانسبكشن اند تيست بلانز. الانسبكشن تيست بلان دي الحقيقه موضوع جميل جدا وبيسهل جدا حاجات كتير جدا. الانسبكشن تيست بلان ده انت ككواليتي هي مش شغلتك كمدير مشروع، خلي بالك ولا حاجه من دول كلها خالص شغلتك، بس لازم تبقى فاهم وقدر ما تفهم هذا الكلام بقدر ما انت هتبقى ايه واقف يعني ايه معلم في المشروع بتاعك، او فلو انت مدير شركه او الى اخره. الكلام ده يقول لك واحنا مالنا، لا ده مالك ونص وخمسه، لان يعني اي حاجه انت مش عارفها هنا وجا بتاع الكواليتي اشتغلك او واحد بتاع يعني حد مش اثيكلي ما هوش 100% ممكن يعني ايه، ممكن بتاع الدوكيمنت اللي هو الكونتراكت مانجر ده ممكن يحط لك كلمه صغيره قد كده، كلمه صغيره خالص في الجواب انت بعته لبره، ده ممكن يبوظ لك الدنيا ويقع لك الدنيا خالص، فنخلي بالك. طيب الاستراكشر تيست بلان عباره عن ايه؟ دي الخطه بتاعت انسبكشن. انسبكشن يعني ايه؟ انسبكشن يعني التفتيش. التفتيش والتيست اللي هي الاختبارات. بتبقى اتعمل خطه للتفتيش والاختبارات. اي ماتيريال داخل في انسبكشن تيست بلان ده بيجيني ماتيريال في انسبكشن تيست بلان، اما هتجيلي مثلا زي ما يكون المفروض لنا زلط ورمل واسمنت وادجتيفز وحاجات واحنا مش عارف في البتاع، فكل حاجه من دول لازم يبقى انت ممكن تلاقي يكون مثلا زلط قد كده وعليه تاج ممنوع الشغل بيه ويفضل، ولو اتشال تبقى مصيبه سوداء على اللي بيشتغل في الموقع خلاص. الخرسانه اللي داخله اللي عندك في الموقع يعني، انت مثلا انت انا جاهزه دي انسبكشن وتست بلانز. الخرسانه دي بتعمل ايه؟ انسبكشن تست بلانز ايه؟ المفروض يبقى حد يروح المحطه اللي بتعمل لك الخرسانه وبيبص بيحط السن او الزلط الفولم بتاعه وكميته قد ايه؟ والرمل قد ايه؟ والسمنت قد ايه؟ ونوعه ايه؟ عنده اديتيفز قد ايه؟ ده انسبكشن مش كده؟ بتتنقل ازاي؟ بتاخد وقت قد ايه من هناك لهنا؟ الووتر قد ايه؟ الكلام ده كله ده انسبكشن. وفي تيست، التيست بقى يجي لك الموقع، انا بتكلم عن الخرسانه اللي هي اكثر حاجه احنا بنلمسها، بتدخل على الموقع خلاص. التيست بتاع البلان بقى بتاعك كحاجه يعني، دي اللي بتبقى الخطه مش البلان. التيست نفسه لا، انت داخل لك على بيت الخرسان، اول حاجه بتعمل ايه؟ بتاخد الايه؟ الليست اللي جايه لك معاها. الليست دي مطبوعه مكتوب فيها بدات الساعه كام؟ خلصت الساعه كام؟ وكميه الزلط، كميه الرن، كميه الالتيفز، كميه الميه، كل حاجه موجوده فيها خلاص. بيبقى انت بتشوف اول حاجه ايه؟ بتنسبكت الايه؟ الورقه اللي جات لك. تشيك 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 شيت كده صغير يعني خلاص. بعد كده طيب انا عايز ادخلها الموقع بقى اعمل ايه؟ اشيك على الاسلام. يبقى انا عشان اعمل سبيشال تيست بلان اللي هي الخرسانه اللي جاني بقى اعرف السلامب بتاعي شكله ايه؟ السلامب ده متوقف بقى على الديزاين، متوقف على اليونت اللي انت فيها، بتصب عمدان، بتصب حوائط، ولا بتصب اسقف، ولا بتصب فلاس لاب، ولا بتصب كاميرات رفيعه اللي هي كل يوم 10 سم وهكذا. يبقى دي ايه؟ ادي ايه؟ تشيك تيست. تيست ثاني ممكن ده تيست ديستركتيف وتيست نون ديستركتيف. ممكن تيست مش هامر، ادي تيست. ممكن تست تاني انك تاخد كور في الخرسانة، ما عشان كمان خرسانة هي ايه؟ موجودة هنا. ما هو اكتر بقى السبيشال تيست بلان الحقيقة من اجمل الحاجات اللي فيها، ما فيش حتت كتير واضطريت انا اعملها بايدي الحقيقة، لكل انواع الاكتيفيتيز الموجودة اون سايت، ابتداء من انك بتشتغل في خازوق لغاية ما انت بتسلم بياض ودهان وكده.
انك بتبقى عامل تشيك، تشيك ليست، تشيك ليست للحاجه. معلش انا مطولت في الحاجات دي كلها كتير، لكن يعني انا يعني انا حاسس باهميتها، عشان كده مش عايز يعني افوتها. يعني خلينا نتكلم على ايه، على اسهل حاجه، بياض. يلا بياض عادي خالص، يعني انا بنيت وحبالي معمول في البياض ده، ان انا مثلا لازم ايه ارشه بميه، المباني دي اشرب ميه مثلا يومين او 3 ايام، او مثلا تبقى احمر ويبقى وعلي بتاع كده، او قد ما موجود في المواصفات. وبعدين هعمل ايه؟ هرش الايه الرمل والاسمنت بتاعي اللي هي طبقه الطرطش، خلاص، وارشها ميه كام يوم برضه نفس القصه. وبعدين هبتدي اعمل ايه؟ البؤج، سواء بارل او سواء معاها، مش مشكله كبيره. وبعدين اعمل الاوتار، وبعدين ابتدي املى. فباجي اعمل ايه؟ اعمل تشيك ليست. الحته الفلانيه لها ايدنتيفيكيشن، الحته رقم كذا اللي في الاوضه اللي كذا، خلاص. بكلم على ايه؟ على البياض بس، ماشي الحال. اول حاجه رش ميه اول يوم، موجوده التاريخ بتاعها ومين اللي عملها ومين اللي تابعها. ثاني يوم اترشت الميه نفس القصه. ثالث يوم عمل مثلا ايه الطرطشه او طبق الطرطشه، كل واحده في سطر في سطر في سطر في سطر. دي بتنفع في ايه بقى؟ اولا ما حدش هينسى، او حد هيدعي اي حاجه انه عملها وهو ما عملهاش. يعني اساسا اللي بتتعمل بواسطه واحد وبتشيد بواسطه حد ثاني، ادي واحد. الحاجه الثانيه ان لو واحد غاب، واحد مشي، واحد زعل، واحد مات، واحد اي حاجه، ثاني يوم المشرف اللي موجود او المسؤول عن الحته دي مش هيغلب، كل حاجه مكتوبه ومزق عليها ومظبوطه، بيكمل وراه. يبقى انت كل حاجه موجوده دوكيومنتد وواضحه وباينه، الانسبكشن بلانز دي. ومن فضل الله سبحانه وتعالى، يعني من الحاجات برضه اللي ربنا قدرنا عليها، تقريبا مش عايز اقول كل اكتيفيتيز في الكونستراكشن، من فضل الله سبحانه وتعالى ايه ربنا قدرنا وعملناها يعني، وموجوده الحمد لله رب العالمين بقى الايه باذن الله اللي ربنا ييسر الحال. طيب فده عرفنا بقى الفيرست كواليتي بلان. عايز اوصل له البروجكت كواليتي بلان ده عباره عن تركيبه كبيره، 1 2 3 4، وكل ايتم من دول له تفاصيل وله وله. البروجكت كواليتي بلان ما هوش مجرد ان ورقه او 20 30 صفحه وهم دول البروجكت كواليتي بلان. لا، البروجكت كواليتي بلان بنكون هذه العناصر الاربعه، وقد يكون لا ما فيش فرصه لعموم الناس اللي هم يشوفوا الكلام ده، لكن انا شخصيا يعني معتبر ان انا يعني ايه لازم اوصل الكلام ده كله للناس كلها. يعني كل واحد بيحضر معانا اذا كانش هو اوريدي بيدير مشروعات دلوقتي، فمسيره في فتره قريبه جدا. وده قلت لحضراتكم قبل كده ان الكونستراكشن هيطلع طلعه ما حدش يتخيلها في خلال الاشهر اللي جايه، يعني قبل يناير اللي جاي. ده اوريدي حصل خلاص، يعني دول الخليج قربت يعني ايه تدخل في سكك انبليفبل زي الاول، واوروبا كل العالم كله. كواليتي بلان، كواليتي بلان از ديفايند از ا دوكيومنت درايف فروم ذا كواليتي بروجرام. ده بقى ايه؟ التعريف بقى ايه؟ اللي هو اهل تعريفات، وده تعريف صح. انت اصلا لما بتيجي تعمل ايزو للشركه بتاعتك بتعمل ايه؟ بتعمل الكواليتي بروجرام بتاعك، خلاص. كواليتي بروجرام اللي هو عباره عن الكواليتي مانوال والايه والبروسيدجرز بتاعتك. الاثنين دول هم دول بيكونوا الايه الكواليتي بروجرام. انت عندك بروجكت بقى، انت كشركه اخدت بروجكت، انت اصلا وانت بتعمل الايزو بتبقى عامل نموذج برضه للايه؟ للكواليتي بلان، للبروجكت كواليتي بلان، كواليتي بلان يبقى موجود عندك من ضمن السيستم بتاعك. بس انت بقى بتملاه وبتعمله ازاي بقى؟ تعريف بتاعه، الكواليتي بلان is defined as a document derived from the quality program. انا عندي الكواليتي بروجرام بتاعي بتاع الكوربريت، بتاع الشركه، بتاع المؤسسه، بتاع الحكومه، بتاع اي حته. انا عندي بروجكت تبع المكان ده، انا بعمل ايه؟ كواليتي ايه بلان بتاعه. طب من البروجكت كواليتي بروجرام سيتنج اوت ذا سبيسيفيك كواليتي براكتسز
resources and activities relevant to a particular contract or project. انا الكواليتي بروجرام بتاعي بتاع المكان اللي انا فيه ده معمول بصفه عامه. انا جالي مشروع مثلا مستشفى، وجالي مشروع مدرسه، وجالي مشروع فندق، وجالي مشروع عماره. الكواليتي بلان بتاعهم مش كل واحد، في حاجات اساسيه موجوده، انما في شغل في المستشفى مش موجود في الفندق، في شغل في الفندق مش موجود في العماره العاديه، خلاص، في شغل في العماره العاديه مش موجود مثلا في الانفراستراكشر، في حاجه زي كده. يبقى الكواليتي بلان بتاع اي بروجكت بيبقى له واخد من الكواليتي بروجرام اللي عندي، سواء الكواليتي مانوال بتاعه اللي انا عامله في الكوربوريت مع البروسيجرز، فباخد من ده وباخد من ده ما ايه ما يغطي الكواليتي بتاعي بتاع ايه بتاع البروجكت اللي التحدي اللي انا داخل عليه. طيب دي الايزو كواليتي مانوال تمبلت. هنا بقى ايه حد يعرف اخر نقطه؟ معلش انا عايز افك شويه، لان ايه بقى احنا داخلين في حاجه ايه احنا ما اظنش احنا هنخلص كله النهارده، بس احنا داخلين على حته هتبقى زحمه شويه. احنا فين دلوقتي؟ 17. هنتكلم على الكواليتي مانوال تمبلت. فاينل كواليتي مانوال تمبلت اكزامبل. طيب ده الكواليتي مانوال تمبلت. باشمهندس محمد، باشمهندس احمد، باشمهندس احمد معايا؟ باشمهندس احمد معايا؟ طب هل في حد يحب ناخد 5 دقايق ناخد نفس؟ تحب لو حد فاكر نكته نسمعها؟ عايز يقول لنا اي حاجه؟ يعني ندخل بره الموضوع شويه، لان احنا داخلين على ايه؟ الكواليتي مانوال تمبلت نفسه بقى. وهنبتدي بالتمبلت اللي هو الرسمي، اللي هو اللي طالع من يعني اللي هو ده اللي هو جاي من الايزو 9001. مهندس احمد، مهندس احمد مش معانا؟ طب حد سامعنا دلوقتي يرد علينا او اي حاجه؟ حلو جدا. عمرو سرور، عمرو سرور ده اسكندريه. عمرو سرور من اسكندريه. ما انت تقدر تفتح المايك بتاعك؟ انا عايز اسمعكم. طب نخلينا على الشات. وضع المهندس احمد احمد شرار، عمرو سرور. طيب عمرو سرور رئيس دهن. طب احنا عايزين ايه نعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم participants. طيب عمرو ممكن يفتح الشات يا دكتور؟ يفتح المايك؟ هو يفتح المايك ولا انا افتحه له ولا ايه؟ انا مدي له الامر بس هو يفتح المايك. يعني افتح المايك يا باشمهندس عمرو. هو ما يقدرش نفتحه له من هنا يا باشمهندس حسام؟ لا احنا بناخد بندي له الاذن ان هو فتح كده. تمام، اتفضل يا باشمهندس عمرو. اتفضل باشمهندس عمرو. باشمهندس عمرو معانا؟ ايه عشان صامر. طب هقول لك نقدر نفتح 5 دقايق كده مع بعض، نسمع الناس، نشوف اخبارهم ايه، نشوف الدنيا ماشيه ازاي. محمد زيدان، الكلام الجميل بتاعكم ده، يعني المايك مقفول. سليمان حسين، تو ايفر، المايك مقفول. المايك بتاعي مقفول ولا سامعينه؟ المايك بتاع حضرتك مفتوح يا دكتور. هو اللي عايز بس يفتح المايك بيعمل رايز هاند. انا فتحت الباشمهندس عمرو بس هو تقريبا مش عارف، في مشكله عنده في الصوت. طيب شوف لو في حد تاني عايز يشارك في حاجه او يقول حاجه او في اي حد رافع ايده تاني؟ طب يعني نكمل نكمل نسخة على طول على
كمالة ال ها سكي، محدش عاوز 5 دقايق راحة، محدش عايز يسأل حاجة. طب اتس اوكي. طيب هنشتغل على ايه؟ الكواليتي مانجمنت تمبلت ده اللي هو النموذج اللي هو ايه؟ اللي مع المواصفه نفسها، مواصفه ال 9001 ال 2015. طيب اول صفحه فيه اللي هي ايه؟ الكفر بتاعه الاولاني عامل كده. طيب اذا جينا عملنا كده هنلاقي ايه؟ الكلام ممكن نقول عليه اول حاجه في الانترودكشن، عشان ده الايه المقدمه. انا خدت الحقيقه ده خدته عملت شويه سلايدز عشان ايه سهل في الشرح وسهل ان احنا نعرفه. تاني حاجه الريفرنسز اللي المراجع. تالت حاجه التعريفات الديفينيشنز. دول هم ايه الثلاث حاجات الاولانيه اللي احنا بنقول ان هم ايه ما بيدخلوش في الايه في التشغيل نفسه. هل يبتدي يتكلم عن ايه؟ about our organization. بنتكلم بقى على ايه؟ على التنظيم بتاعنا. انا مستشفى، انا مقاولات، انا مكتب استشاري، انا مكتب اداره المشروع، شركه اداره المشروعات، انا شركه اعلام، انا شركه صحافه، انا شركه كمبيوتر، انا شركه اي تي. بتكلم على الاورجنايزيشن بتاعتي. ادينا بقى الاورجنايزيشن كونتكست اللي هو السياق التنظيم بتاعي. تمام. السياق ده بيشمل ايه؟ بيشمل كل ما يتعلق بال 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 بالتنظيم بتاعي، وصفه واناسه وكم من الاخر. الريليفنت انترستد بارتيز الاطراف المعنيه ذات الصله. ساعات بنقول عليهم ريليفنت انترستد بارتيز، ساعات بنسموهم ايه؟ ستيك هولدرز. ستيك هولدرز اللي هو الاطراف الايه؟ المعنيه يعني. طيب الكواليتي مانجمنت سيستم بقى، نظام اداره الجوده، كل دول في الايه؟ الفصل الرابع او المسيره بتاعتها. مانجمنت سيستم سكوب اداره السياق. انا طبعا شافوا البي ام بي وكان في السياق اللي هو السياق بتاع الموضوعات يعني بتاع الموضوع نفسه. بعدين مانجمنت سيستم بروسيسز اداره عمليات النظام اللي هي بروسيس اللي بنتكلم عليها دلوقتي اللي هي لها بروسيس ايه؟ بروسيس مانوال كبير لها يعني. طيب اوت سورسد بروسيسز اللي هي عمليات الاستيعاب والمواصلات الخارجيه. انا لما انا مثلا شركه مقاولات وعندي موردين من بره وعندي استشاريين من بره وعندي سب كونتراكتورز من بره، يبقى لازم بيبقى عندي ايه؟ بروسيسز او بروسيجرز، ازاي بتعامل معاهم وازاي هدخلهم وازاي ايه هيبقوا بارتنرز معايا في المشروع اللي انا بعمله. طيب الدوكيومنت انفورميشن المعلومات الايه؟ الموثقه. ما فيش حاجه في المشروع اسمها مش موثقه. ابتداء من السلام عليكم لغايه ما تقفل المشروع وتشيل كل الحاجات اللي فيه. ما فيش حاجه اسمها مش دوكيومنتد. ويمكن احنا قلنا الكلام ده قبل كده ونعرفه اكثر لما هنتكلم ان شاء الله في الكونتراكت معاش. الكونتاكت مانجمنت طبعا جزء كبير منه اللي هو بتاع الاربيتريشن او بتاع الكيس الكورت كيسز اللي هي الحالات اللي في المحكمه قضايا يعني. انا من فضل الله قبل ما اخد الانترناشونال مانجمنت خدت قبليها اكسبرت في الاربيتريشن. الكلام ده كله درسته من زمان قوي، بس طبعا حصلت تغيرات كثيره قوي طبعا في ال 20 سنه اللي فاتوا، وانا مهتم دايما ان انا يعني اعرف اللي بيحصل وعايز اوصله لمديري المشاريع. انما اللي عايز يخش ويتخصص فيه لنا زملاء واخوه واساتذه كبار قوي. طبعا اللي عايز يتخصص في الـ في الـ في الـ في الـ في اسمه ايه ده في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الكونتراكت مانجمنت. طيب الفصل الخامس ليدرشيب اند جفرنس اللي هو الايه؟ القياده والحاكميه او الحوكمه. الليدرشيب والايه؟ كوميتمنت، القياده والالتزام. التزام لغايه فين؟ طب اداره الجوده، كل دي العناوين، خلي بالك دي العناوين اللي موجوده كل جوه ايه؟ الكواليتي مانجمنت تمبليت. اداره الجوده هنتكلم عليها.
على التركيز على العملاء في الكاستمر فوكس دي، ودي من 92 وما بعدها بشويه ما كانش فيها الكاستمر فوكس، ما كانش فيها حاجات كثيره موجوده دلوقتي، ما كانش موجوده ايامها. في الريسك مانجمنت بيدخل، في حاجات كثير قوي بتدخل في الـ في الـ في الـ في, الـ في النيو فيرجنز الجديده يعني. طيب الكواليتي بوليسي، سياسه الجوده هتبقى موجوده، احنا قلنا عليها احنا لازم نحطها قبل ايه؟ قبل الـ قبل الكواليتي بوليسي نحط قبلها، هيبان هيبان هنشوف تفصيل هيبان. السلطات، الرول اللي هي السلطات responsibilities والايه الاثوريتيز والمسؤوليات، وايه الاثوريتي اللي هي الـ في responsibility اللي هي المسؤوليه، الاثوريتيز اللي هي الايه اللهم صل على بشير المزير. احنا authority يعني authority انا authorized ان انا اعمل حاجه معينه اللي هي الايه السلطات، الاثوريتي اللي هي السلطات ماشي. كوميونيكيشن كما كوميونيكيشن كده، كل دي بقى في ايه الفصل الخامس اللي هو في الليدرشيب اند governance. الكوميونيكيشن الانترنال كوميونيكيشن والاكسترنال كوميونيكيشن لازم يبقى ايه، لازم يبقى مع يبقوا موجودين. طيب المانجمنت سيستم بلان اللي احنا قلنا فاكرين لما كنا عاطين الدايره نمر خمسه اللي في النص اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت الليدنج او اللي كانت قبل دي اللي هي دي اللي هي ايه؟ الليدر شيب والجفرنس. خلاص؟ دول عندنا بقى ايه؟ المانجمنت سيستم بلان اللي هو بلاننج بقى تخطيط نظام الاداره. الاسسنج ريسك اند اوبورتيونيتيز معالجه المخاطر والفرص. بتعمل حاجه اسمها السورت اناليسيز. الاسترينث والبيكس اوبورتيونيتيز اند ثريتس دي دايما لازم تتعمل في ايه؟ في اي استراتيجيك مانجمنت. الكواليتي اوبجيكتيف اهداف الجوده ايه؟ يعني اهدافي ايه؟ ليه اهداف في الجوده نفسها وايه اهداف الجوده نفسها؟ الاثنين يعني حاجتين يعني، يعني تطويري ايه؟ هل انا بتطور بشكل معين؟ انا واخد عايزه بس هطور حطيت مانجمنت انا هبقى 6 سيجما وبعدين هبقى 6 سيجما. والكواليتي اوبجيكتيف نفسها اللي هي اهداف بالنسبه للمنتج بتاعي سواء كان سيرفيس او سواء كان برودكت. بلاننج فور تشينج اللي هي التخطيط للتغيير، ده في حاجه اسمها التشينج مانجمنت احنا اعتقد اتكلمنا عليه، اعتقد اللي ما كانوش قلبه فكرونا ان احنا نتكلم عليه يعني بعد كده. التشينج مانجمنت من الحاجات المهمه جدا. بعد كده السبورت اللي قلنا سته وسبعه دول كانوا ايه؟ الدعم، الريسورسز قلنا الريسورسز اللي هي ايه؟ الاربع حاجات اللي هي قلنا ايه؟ ريسورسز مان باور ماتيريال ماشينري ومان. فالمفروض الريسورسز نفس القصه هنا، الموارد بيقول ايه؟ في عام الموارد البشريه، الانفراستراكشر هتقول البنيه التحتيه دي انفراستراكشر برضه هنا، الاوبريشن انفايرمنت بيئه العمليات، كل دي بعتبرها موارد هنا يعني دي اعتبارات يعني يعني مستجده مش زي زمان يعني. فمونيتور اند ميجرنج تولز، التولز زي ما بقول ما هي تعتبر لو المونيتور اند ميجرنج تولز دي تتحط من ضمن الايه؟ زي ما قلنا الماشينري، يعني في ماشينري ان انا اشتغل بيها وماشينري ان انا ايه؟ اميجر بيها. اورجانيزيشن نولج اللي هي المعرفه التنظيميه، فدي طبعا من ضمن الايه؟ من ضمن البيبل. يعني ما جاني يدرس البيبل لازم هيبقى معرفه تنظيميه يبقى عنده. فالموارد هتلاقي ناس بتسمي كده وناس بتسمي كده، لكن لن تخرج عن الاربع حاجات. اوكي؟ طيب. احنا نمره 8 البرودكت استريم ديفلوبمنت اللي هو الايه؟ الانتاج بتاع البرودكت والسيرفيس المنتجات والخدمات. اوبريشن بلاننج اند كنترول تخطيط ومراقبه العمليات. الكاستمر ريكوايرمنتس متطلبات العميل بقى ومتطلبات العميل دي بتتحط لها تفصيلات. يعني الناس دلوقتي انت ممكن تعمل حاجه كويسه قوي قوي لكن العميل مش مبسوط منها حتى لو عملتها له احسن من اللي هو بيفكر فيه. يعني في حاجه بيسموها في الكواليتي الجولد بليتد. انك تعمل حاجه اكتر من المتفق عليها او كويس احسن من المتفق عليها وما تخش عليها حاجه، بالعكس ممكن يغرمك على ولا مش عايز كده. الكاستمر كوميونيكيشن صارت مع العميل، ديتيرمينج ريكوايرمنتس تحديد المتطلبات، ريفيو اوف ريكوايرمنتس مراجعه المتطلبات، تشينجز ان ريكوايرمنتس اللي هي التغييرات في ايه؟ في المتطلبات. طيب بقيت الثالث ديزاين اند ديفلوبمنت تصميم والتطوير. في حاجه عام في التخطيط بلاننج والانبوتس والكنترولز
والاوتبوتس والتشانلز. كل دي يعني ايه؟ يعني حاجات بسيطه بتتعمل في كل مكان. طيب نمرة 8 برودكت اند سيرفيس ديفلوبمنت الكنترول اوف سبلايرز. كل دي بقى ايه؟ في الانتاج. كما قلنا الانتاج ده بيبقى اطول حاجه. كنترول اوف سبلاي اند اكسترنال بروسيسز الضوابط في الموردين والعمليات الخارجيه. كنا بنتكلم من شويه على الاكسترنال بروسيسز او الاكسترنال بروسيجرز اللي هشتغل بيها مع اي حد جاي من بره، سواء مهندس، سواء سب كونتراكتور، سواء سبلاير، سواء كونسلتنت، لاي حاجه. 841 اللي هي الجنرال بيرشيزنج كنترولز. الكنترولز اللي هي التحكم في الشراء او ضوابط كنترول التحكم او ضوابط يعني. بيرشيزنج انفورميشن اللي هي بيانات الشراء. كل دي اللي هي الايه؟ التايتلز للحاجات اللي انت هتكتبها جوه دي. هتبان لك بعد كده في الايه؟ دي كونتنتس لسه اللي هي التيبل اوف كونتنتس الاولانيه خالص. هيبان بعد كده ده هيبقى ايه وده هيبقى ايه؟ بس هنبص عليه بقى في الايه؟ في الوورد فايل اللي كان اللي هيبان بعد كده. برودكشن اند سيرفيس بروفيجنز انتاج تقديم الخدمات. كنترول اوف برودكشن اند سيرفيس بروفيجنز ضوابط الانتاج وتقديم الخدمه. ايدنتيفيكيشن اند تريس ابيليتي اللي هي التعريف اللي هو التتبع. تريس ابيليتي او تراكتابيليتي ساعات بيسموها تراكتابيليتي التتبع. ثيرد بارتي بروبرتي يعني في طرف ثالث كلهم ممتلكات جوه الموقع. يعني هو المالك اهو المالك بتاع المشروع وانا مثلا المقاول ممكن يبقى المشروع ده له اصلا مالك. يعني شيء مثلا في اي حاجه يعني انا ببني مدرسه جوه مجمع مدارس المالك اللي قدامي هيبقى مين؟ المدير بتاع المنطقه دي انما في مالك تاني اكبر منه وهكذا. يعني هتلاقي ايه؟ المالك مش هو اللي معاك على طول، ممكن يكون من طرف ثالث موجود. لو ممتلكات له يعني لو صاحب الارض او صاحب المشروع في حاجات في الموقع عنده مثلا جنريتورز، عنده مكاتب، عنده محلات، عنده اي حاجه، يبقى دي لازم ايه؟ الممتلكات الطرف الثالث ده عليك انت مسؤوليات انك تحافظ عليه. اوكي؟ طيب الحفظ البريزرفيشن الانشطه ما بعد التسليم البوست ديليفري اكتيفيتيز. يعني انا بعد ما بسلم اي حاجه بيبقى في ايه بعد التسليم؟ بيبقى في حاجات معينه مش عارف التسليم النهائي حتى. لا يعني انا سلمت نجاره مثلا ولسه هستلم حداده ولسه هستلم حصانه مسلحه، يبقى كل واحده فيها ايه؟ لا ايه انشطه ما بعدها. لازم احافظ على الانشطه اللي انا سلمتها وبحيث ان انا لما هشتغل عليها هتبقى ايه؟ محافظه على ايه؟ على الكواليتي بتاعتها. طيب كنترول اوف تشينجز اللي هو ضوابط التغييرات اللي هو زي ما قلنا في حاجه اسمها تشينج مانجمنت اتكلمنا عليها قبل كده وممكن نتكلم عليها تاني في اي معرض اي حاجه. ريليز اوف برودكتس اند سيرفيسز ستور المنتجات او الخدمات. هو ريليز الحقيقه اللي هو ايه؟ الانتهاء من المنتج او الخدمه. انما في بعد كده ايه؟ تسليم بقى. هنا بقى التحكم في المخرجات غير المطابقه. هنا نون كونفورمينج اوتبوتس. يعني انا بشتغل في في في, في بنتج حاجه معينه والحاجه لما خلصتها احنا كان مثلا الاتفاق مثلا ان لونها مثلا ابيض طلعت كريم. حاجات مثلا طولها مثلا 12 سم و2 مللي طلعت 12 سم بس. يبقى ايه؟ يبقى في مخرجات غير مطابقه. خلاص؟ المخرجات المطابقه انت في مطعم وبتطلب اكل طلبته وقعد نص ساعه مستني. ده عدم مطابقه. مثلا يعني لان المطاعم مثلا فيها حاجات كتير بيبقى ايه؟ عندك الاثنين مع بعض الخدمه والبرودكت. عندك الاكل ده البرودكت، عندك الخدمه ايه؟ كده البريد. البريد ما هو في خدمه، خدمه البريد ايه؟ بيجيب لي مثلا خدمه بريد لغايه عندي، فلما يجيني بريد ومتقطع في السكه يبقى انا ايه؟ في نون كونفورمانس. فبقول له لا والله ده كذا. جايني مثلا المفروض يوصلني في اسبوع، وصلني في شهر، يبقى نون كونفورمانس. فايه؟ نون كونفورمانس اللي هو عدم الاتفاق او عدم الالتزام بما اتفق عليه. البرفورمانس ايفاليوشن اللي هي بقى ايه؟ تقييم بلان دو تشيك اكت. فهنا بقى ايه؟ تشيك بقى تقييم الاداء. مونيتورنج ميجمنت اناليز اند ايفاليوشن مراقبه وكيف تحل التقييم. في بقى عام كاستم ساتسفاكشن الاناليز اند ايفاليوشن اللي هي المراجعه الداخليه الانترنال اوديت. الانترنال اوديت دي
دي في اي منظمه في اي حاجه عندها ايزو لازم يبقى عندها جواها ايه؟ مراجعات داخليه. بيتعمل انترنال اوديتورز على حسب حجم المؤسسه، 2 3 4 5 ساعات بيزيدوا، تبقى مؤسسه كبيره، شركات كبيره زي الشركات اللي هي العملاقه يعني في الكونستراكشن دلوقتي، عندها طبعا الكواليتي تبقى يعني اقسام كبيره وفيها ناس كتير قوي. فايه المانجمنت ريفيو بيبقى عام وفيه مدخلات ومخرجات، انبوتس واوتبوتس. المانجمنت ريفيو، المانجمنت ريفيو ده الاوديتور بيبص على كل حاجه، مش مجرد بيبص له على الناتج بس، على البرودكت، بيبص على النظام نفسه. يعني انت ممكن تلاقي نفسك خطاب وانت نسيت توقع عليه، او وقعت عليه وما كتبتش تاريخ تحت الايه التوقيع بتاعك، فده نون كونفورمتي. عاشر نقطه بقى اللي هي الايه التحسين، اللي هي الايه احنا قلنا بلان دو تشيك، ده الاكت بقى، الحاجه اللي انا ما عملتهاش 100% او خلاص يبقى انا ايه بصلحها. نون كونفورمتي اند كوركتيف اكشن، عدم تقوى الغلطات الصحيه، والامبروفمنت اللي هو التحسين. انا ده في تحسين في اي كواليتي سيستم، تحسين في الاداء، تحسين في الانتاج، تحسين في كل في الخدمه، تحسين في كل حاجه. بعد كده ده كل ده بنتكلم عليه على التمبليت، في ملاحق يعني في كورليشن ماتريكس، في ماتريكس بيربط الشغل اللي معاه دي مع ال اسمه ايه ده؟ مع ال البروسيسز اللي عندك يعني سيكونس اند اكشن بروسيسز ارتباطها ببعضها. صورة الارتباط دي اللي هي العلاقة ما بين اللي في الكواليتي مانيوال مع الايه؟ مع الـ مع الـ في الـ مع الكواليتي سيستم اللي عندنا من الاصل خالص. والاوجانس شارت هيكل التنظيم اللي لازم طبعا ايه؟ يكون موجود، هيكل التنظيم بتاع المكان اللي انت فيه او المشروع اللي انت فيه او اي حاجة. طيب احنا هنا الساعة دلوقتي 9:30 دقيقة. هل مستعدين لنص ساعة كمان ولا اتس انف؟ طبعا نص ساعة احنا مش هنخلص كله في نص ساعة. سامعيني ولا ايه الأخبار؟ نكمل يعني؟ نكمل؟ شمس أحمد نكمل ولا هو نص ساعة نقدر نستعرض الكواليتي مانوال اللي هو التمبليت نفسه؟ ايه رأيكم؟ سليمان حسين. طيب هنكمل الايه، هنكمل الكلام ده. نكمل يا دكتور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد مشير وهناخد بسم الله الرحمن الرحيم الفاينل كواليتي مانيوال تمبليت سيد نمبر 1 هو ده. طيب هناخد ده هنا بقى كده ايه، نطلعه نكبره كده عشان يعرف نشتغل عليه. طيب ده بقى احنا لو جينا نبص هنا هنلاقي كل ده اللي هو ايه اللي كان علينا في السلايدز كلها، ادي الكاستمر ريكوايرمنت في الجمله الاخر هنا ماشي، وادي اخر حاجه كوريشن ماتريكس سبورتس كاست. طيب هنيجي هنقول ده الانترودكشن. انا خدت الحقيقه ده ولونت وعملت عشان يعني اسهل الموضوع. ف يور اورجانيزيشن ده هتقول مثلا شركه مثلا الحاج خميس جمعه has developed and implemented a quality management system QMS which uses ISO 9001:2015 as a framework that allows the organization to document and improve our practices in order to better satisfy the needs and expectations of our customers, stakeholders, and business partners. ده على فكره ده ممكن يتعمل انجلش في عربي، ممكن يبقى عربي برضه في عربي، وفي شركات مصريه دلوقتي كبيره كويسه وسعرها نص كمان الشركات اللي هي يعني الشركات الكبيره يعني اللي هي بلوفال كلاس اس جي اس. في شركات كثيره تكنيك في اللي هي تيوب في شركات كبيره يعني انا بفضلها الكواليتي سيستم
ومعاها التانية. في ناس بتاخد الثلاثة مفيش مشكلة خالص. فالمهم انا بقول ايه، ده عبارة عن ايه الحاجات دي اللي انا بكتبها بقى، يعني ديس مانيوال يعني بيشرح بقى هنا هو الانترودكشن ان انا عامل الكلام ده ليه. ديس مانيوال ديسكرايب ذا كواليتي مانجمنت سيستم ديلينيتس اوثوريتيز انتر ريليشن شيبس اند ريسبونسبيلتيز اوف بيرسونال اوبريتنج وذين ذا مانجمنت سيستم. ذا مانيوال اولسو بروفايد ريفرنسز تو بروسيدجرز اند اكتيفيتيز اولسو كومبرايز اور كواليتي مانجمنت سيستم. وان المانيوال ده في كل ما يتعلق بالايه بالكواليتي مانجمنت سيستم بتاعي. The manual is used to familiarize customers and other external organizations or individuals with the controls that have been implemented and to assure them that the integrity of our quality management system is maintained and is focused on customer satisfaction and continual improvement. إن أنا المانيوال ده بيخلي العميل بتاع الكاستمر بتاع وأي organization من بره أو أي إنسان من بره يبقى عارف إن أنا ان هو يعني مراقب معايا وعارف وعارف كويس قوي وبنضمن له ان في انتجريتي في ثقه في الكواليتي مانجمنت سيستم بتاعنا وان احنا معاملينها كويس والمعاملات والكاستم ساتسفاكشن والكونتينيوال امبروفمنت لان الكاستم ساتسفاكشن مطلوبه الكونتينيوال امبروفمنت او الكونتينيوس امبروفمنت دي مطلوبه خلاص. او انا بقى ايه our quality management system meets the requirements of ISO 9001 2015. يعني الكواليتي سيستم بتاعي مطابق للاشتراطات بتاعه ايه 2009 2015 and uses the plan do check act approach to process planning. يعني ان اللي انا عامله ده مطابق للايه 9001 بتاع 2015 يعني في 9001 قبل كده وقبل كده يعني في 9001 من 92 يعني ما عدينا عليه خلاص. فايه ان احنا ماشيين وماشيين بلان دو تشيك اكت وكل حاجه 100 100. اور كواليتي مانجمنت سيستم ادريسز اند سبورتس اور ستراتيجيز ان احنا هي بتظهر وبتساند الاستراتيجيات بتاعتنا في الايه الديزاين ديفلوبمنت والمانفاكتشرنج انستليشن اند سيرفيسنج اوف اور برودكتس. ان في التصميم في التنفيذ في التصنيع في التركيب في الخدمات اي منتجات لينا انسيرت في سكوب ستيتمنت هير بتحط الايه يعني الكلام ده بتبقى هي معاك كايه كبامفلت وانت مكان الكلام بتحط انت حاجتك انت بتحط كلامك انت بقى يعني دي رسمي انك تاخد هذا هذه الفورم وتملاها زي ما يكون نموذج عندك بالظبط بتعمله خلاص. دي شود succinctly summarize products and or service single sentence is all that is required as this will be shown your ISO CASA certificate. Also insert the registered address or registration. تحط هنا العنوان بتاع الاوديشن بتاعك. في حاجه هنا ممكن بتتعمل احنا زمان قوي لما كنا بدانا نشتغل في الايزو 92 كان في ايزو 9001 9002 9000 كده. 9001 ده لكل الاعمال بتصمم وبتنفذ وبتعمل كل حاجه. لو انت ما بتصممش هتاخد مشروع ب 9002 لو ما بتصممش حاجه ثانيه كنا بنشتغل 9003 بس وده اتلغى خلاص وبقى في 9001 لوحده. بس انت بقى لما تيجي تعمل السيستم بتاعك بتقدر تعمل ايه اكسكلود حاجه من عندك من السيستم تكون اخرها. فهنا اهو the following table identifies any ISO 9001 requirements from section 8 that are not applicable to our organization as well as providing a brief narrative to justify their omission from the scope of our quality management system. ان انا ممكن ان انا من جوه المانيوال بتاعي ده ان انا اقول والله انا البند الفلاني لو في تصميم انا مش هعمله. لو في اي حاجه انا مش هعملها. يبقى وي اكسكلود هنا بقى ايه الكلوز بقى ان انا مش بصلحها. وي اكسكلود ديزاين اند ديفلوبمنت فروم اور كواليتي مانجمنت سيستم از وي دو نوت ديزاين اور موديفاي كومبوننتس. يبقى انا ايه استخرجت او اكسكلود يعني ايه اكسكلودينج انكلود في اكسكلود انكلود يعني بتحتوي اكسكلود يعني لا تحتوي. يبقى لا تشمل تصميم ولا ديفلوبمنت خلاص لايه للديزاين او تو موديفاي كومبوننتس يعني ولا اغير كومبوننتس ولا دي نقطه انا مش هنفذها
يعني موجوده جوه الفورم دي، بس انا عملت لها اكسكلود منها. طيب الريفرنس بقى بتاعتي ايه؟ المراجع بتاعتي اللي انا على اساس عملت الريكوايرمنت منها بتاعي بقى. In addition to ISO 10001:2015, we also make reference to other relevant British and or international standard as well as customer specifications appropriate to our products and market. يبقى انا ممكن اعمل excluding لحاجه او addition لحاجه او هي في British standards ولا حاجه خالص. انا ضايف حاجه من American standards من اي حاجه. يعني مش ان انا يعني ملتزم يعني بالايزو ان انا يعني ما عنديش flexibility لحاجه، لا بحط اي حاجه. هنا بقى ايه؟ British standards. ان ISO 9000:2015 الكواليتي مانجمنت سيستم فاندمنتالز اند فوكابلري. يبقى دي المرجع بتاعي في فاندمنتالز اند فوكابلري اللي هو البيتش ستاندرز ان ISO 9015. طيب بيتش ستاندرز ان ISO 9004:2000 كواليتي مانجمنت سيستمز جايد لاينز فور بيرفورمانس امبروفمنت. دول انا استخدمتهم او دول مراجع انا احطهم من ضمن الشغل بتاعي ده، يعني المرجعيات بتاعتي وانا بعمل ايه؟ وانا بعمل ال الكواليتي مانجر. بي اس اي ان ايزو 9001:2011 اوديتنج مانجمنت سيستمز جايد لاين فور اوديتنج. ان هي الايه؟ انا بعمل اوديتنج. الاوديتنج 9001 هو ده الايه؟ المواصفات بتاعت ازاي تعمل اوديتنج بتاع جايدلاينز. طيب الديفينيشن بقى عندنا ايه؟ This document does not introduce any new definitions but rather relies on the following. الدوكيمنت ده اللي هو الكواليتي مانوال ده مش جايب اي تعريفات جديده، but rather relies on the following. بس لك تعتمد على the following. ايه بقى؟ The definition is typically used by our customers, stakeholders of marketplace. خلاص؟ يعني مثلا في بلاد بتقول على العميل customer، في ناس بلاد تانية بتسميه client. فانت عملته customer عملته client بتدبند على المكان اللي انت فيه. فده لا يعيبه. يعني في ناس يعني مش قران مش انجيل يعني بيتغير. يعني ممكن انا احط دي او احط دي، مفيش احط كلاين في البلد دي بتتكلم على العميل انه كلاين احطه اسمه ايه ده؟ كاستمر في البلد تقول ده كاستمر. في تيرمز ثانيه كتير قوي في السكه، في بروجرام ناس بتكتبه دبل ام واي، اعتقد دول البريتش. الامريكان بيحطوه بوان سنجل ام، حاجات من هذا القبيل. يعني انت الديفرنس تيبكال يوز فور اور كاستمرز كولز اور ماركت بليس تيرم تيبكال يوز ان ستاندرد اند ريجوليشنز از ذي ريليت تو اور كواليتي مانجمنت سيستم اور برودكتس. ستاندرد بيزنس تيرمينولوجي، التيرمينولوجي اللي هي التيرمينولوجي اللي هي ال 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 الفوكابولاري ال ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ان انا بستخدم نفس التعبيرات ونفس الـ 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 الكلمات اللي هي ايه في الستاندرد بيزنس تيرمينولوجي. اي حاجه تخص ستاندرد بيزنس في اي حته انا ممكن اخد التيرمينولوجي بتاعها واقول ان انا وانا بعمل الكواليتي مانوال بتاعي ان انا ايه الريفرنس بتاعي حته فلانه. يعني ما فيش مش قيود، يعني ما فيش حاجه قيود. يعني دي هقول لكم مثال بسيط، دي تفرق زي الفرق ما بين ان انت بتشتغل بي ام بي وتشتغل برنس 2. البرنس 2 دي لا قواعد، اذا ما نفذتهاش يقول لك انت مش تبعنا. انما البي ام بي فيها شويه ايه؟ يعني فاسيلتي شويه. الاي بي ام اي بقى اقوى، ما فيهاش اي بروسيدرز ولا فيها حاجه بتخش باي حاجه، اشتغل زي ما انت عايز بس تخليك مدير مشروع شخصي. استعمل بيزنس تكنولوجي تيرمز اند فوكابلري كومنلي يوزد ان quality and engineering practices. كل التيرمز الالفاظ او التيرم اللي هو كلمات الفوكابولاري commonly used in quality and engineering practices. طيب هنا بقى حاجه ايه لذيذ قوي. احنا كنا بنتكلم على الايه؟ على الحاجتين. دول حاجتين اي مخصوصين جداد. جداد خالص. واحده منهم اللي هي السوات اناليسيس اللي هي سترينث ويكنس اوبورتيونيتيز اند ثريتس. ده اول ما بتيجي تتعلم الاستراتيجيك مانجمنت يقول لك اتعلم ازاي تعمل سوات اناليسيس. السوات اناليسيس ده
هتتحط هنا، بس انا طبعا مش هلحق نديك الكلام ده النهارده، عشان يبقى المره الجايه نكمل في الـ في الـ في الـ في الـ في كيو اتش اس اي مانيوال بتاع شركه كبيره قلت لحضراتكم عليها، موجود فيها او موجوده معايا اهي، اعتقد هنا معايا اهي الكوتش اسمها مانيوال، في السوت اناليسز، وفي الايه، وفي ما هماش معجزه كبيره ولا حاجه، بقى طبعا متخصص بقى وروقان في السوت اناليسز اهي، والايه والبيسل اناليسز. It is committed to defining our position in the marketplace and understanding how relevant factors arising legal, political, economic, social, technological issues influence our strategy direction for operation context. ده ان احنا ايه بنحدد الكلام ده كله اخره. Organization would identify and analyze monitors and reviews factors that may affect our ability to satisfy our customers and stakeholders, as well as factors that may adversely affect the stability of our processes or margin system integrity. To ensure that our quality margin system is aligned with our strategy, whilst taking account of relevant internal and external factors, we initially collate and analyze pertinent information in order to determine potential impact on our context and subsequent business strategy. هنا هبتدي نتكلم على ايه؟ هنا بقى عن ايه؟ Monitors and reviews this information to ensure that a particular understanding of each group's requirements is derived and maintained for the understanding of all the context. فكل دي حاجات ايه؟ شرح للمواضيع كلها. في حاجات لازم تتعمل internal issues يعني to facilitate the understanding of our context عشان اسهل انك تفهم الكونتكست بتاعنا كشركه او كاورجيشن. We regularly consider issues that influence our context during management review meeting and are conveyed via minutes and business planning documents. خلاص؟ عندنا نوعين من الايه؟ من الايشوز. في external issues اللي هي اثرت علينا واحنا امام الايه؟ الكواليتي كنترول بتاعنا. في الماركت شير. الماركت شير اللي هي الايه؟ نسبه اللي انا واخده من الجنرال ماركت. يعني في البيزنس الكبير يعني مثلا شركات البترول ساعتها عندنا مثلا بلاش نقول عدد في مصر في اي حته يعني ما مش هكلم شركات البترول الكبيره خلينا الحاجات الصغيره في الماركت في قطاع البترول مثلا ما بين مثلا حفر ما بين دايركشن ما بين ماشينري ما بين هوريزونتال درايفنج ما بين حاجات كثيره جدا التوتال ماركت مثلا 100% في شركه شاطره تاخد مثلا 10% 20% في شركه تانيه تاخد 5% 7% في شركات سوبر بتاخد 40 50% تبقى هي متحكمه في السوق وهكذا الماركت شير ده جزء من الـ من الـ من كميه الشغل في الماركت اللي هو اداء الشركه او المؤسسه يعني روحنا فين الامبلويز الانترنال ايشوز الامبلويز الموظفين بتوعي البرفورمانس بتاع شركتي الفاليوز بتاعتي والكالتشر الفاليوز بتاعت الناس بتوعي وثقافتهم انوفيشن ونولج هل انا الشركه عندي عندي سيستم بتعمل انوفيشن بتعمل ولا لا هنا الاكسترنال ايشوز بقى الكاستمرز والسبلايرز الكاستمر اللي هو الزباين بتوعي والايه والموردين بتوعي الماركتس والكومبيتيشن انا عندي كومبيتيتورز الكومبيتيتورز دول مش اعدائي بس كومبيتيتورز دول ممكن اتعاون معاهم في اوقات معينه كلنا نكبر مع بعض او هو مش قادر على حاجه انا اعملها له وانا مش قادر هو يعملها لي الكومبيتيتورز ده يبقى كومبيتيتورز معاك لو انتوا يعني ايه مش يعني انما الاسواق اللي في الدنيا بحالها الكومبيتيتور ده مش عدوك يعني مش هتفتحوا على بعض نار يعني مش هتفتحوا على بعض نقول لا في لحظه من اللحظات تتعاونوا كلكم لو الماركت في مشكله يعني. طيب ريجولاتوري ستاتيوتوري اللي هي الايه الحاجات الاجرائيه والايه والقانونيه. التكنولوجيكال التكنولوجيا التكنولوجيا مستوى التكنولوجيا عندي في بالنسبه لي الشركه بشتغل انا ضرب يعني التكنولوجيا دلوقتي تفرق كتير جدا جدا من بلد وبلد وبين شركه وشركه والمؤسسه ومؤسسه والكالتشر والسوشيال هي الثقافة والإيه والاجتماعيات. طيب.
the out from these activities evidence as an input to cost of risk كذا كذا. طيب we maintain يعني احنا بقى بنقى كشركه we maintain and retain in addition to this document the following document information to describe our relational context. انا عندي الكواليتي اللي انا عامله الكواليتي مانوال اللي انا عامله ده انا مثبته وده بس in addition بقى للدوكيمنت ده في شويه دوكيمنتس تانيين to describe our official context اللي بتوصف السلوك التنظيمي او الاهتمام التنظيمي او الالتزامات التنظيميه بتاعتي. اول حاجه في ايه؟ الاناليسيز اوف بزنس بلان تحليل البيزنس بلان البيزنس بلان اللي هو اي بيزنس انا عايز اعمله بعمل له بلان بعمل له تخطيط والاستراتيجيات بتاعته والستيتوري اند ريجولاتوري كوميتمنتس والحاجات الاجرائيه والقانونيه الالتزامات الاجرائيه والقانونيه فدي ايه؟ اول حاجه انا مثبتها وعارفها واضحه عندي الاناليسيز اوف تكنولوجي اند كومبيتيتورز تحليل التكنولوجي المطلوبه هل انا في مكان في التكنولوجيا عاليه جدا النهارده في مصانع سيارات ما فيهاش بني ادم شغال فولي روبوتس شغالين فيها في حاجات فولي يعني عليها فول كنترول خلاص وكومبيتيتورز بعمل اناليسيس لازم التكنولوجي اللي انا بعمل عليها والايه والكومبيتيتورز اللي معايا هل الكومبيتيتورز اللي معايا في مستوايا ايه نقط الضعف اللي عندهم ايه نقط القوه اللي عندي بقى انا عارف الكومبيتيتورز اللي عندي انا هقدر اخد منهم شغل ازاي او هجيب شغل ازاي او هنتصرف ازاي مع بعض حتى لو ما اتكلمناش حتى ما سالناش بس انا ابقى عارف ان انا هتعامل ازاي في السوق مع الكومبيتيتورز بتوعي. ايكونوميك ريبورتس فروم ريليفنت بزنس سيكتورز اللي هي اي تقارير اقتصاديه من اي بزنس سيكتور في قطاعات اقتصاديه كتير انا ممكن اخد منها سواء منشورة على وجه عام أو حاجات منشورة على وجه خاص أو منشورة لقطاعات معينة وأنا بتعرف في القطاع ده إزاي أقدر أوصل لها خلاص التكنيكال ريبورتس والتكنيكال اكسبرتس اند كونسلتنتس أي تقارير فنية سواء من تكنيكال اكسبرت من متخصصين في التكنيكال ده أو استشاريين يعني في متخصصين في استشاريين طيب سوات أناليسيز ريبورت أور سكيدولز أور انترنال ايشوز إيه اللي سوات أناليسيز بقى زي ما قلنا إيه strength, weakness, opportunities, and threats. خلاص دي ايه ده بيتعمل اما تيجي تشتغل في اي حاجه في يعني في ال strength وال weakness دي حاجات ال internal بتاعتي انا قوتي فين وضعفي فين كل واحد يبقى very fair ويعملها بقى ما يجاملش نفسه ولا يعمل عند estimation نفسه لا حطها بالظبط زي ما هي بقى يعمل الايه ال opportunities وال ايه وال threats ايه الاوبورتيونز اللي هي الاوبورتيونز اللي هي اللهم صل على مش نزيل اوبورتيونيتي يعني بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث اللي هي التهديدات اوبورتيونز اللي هي الحاجات الحلوه المتوقعه اوبورتيونيتيز يا ربي معلش انا عارفها يعني بس الحاجات يعني زي ما في تهديدات في عندي ايه opportunities لما يعني عندي دراسه عن opportunities opportunities اللي هي opportunity يعني I give you an opportunity يعني بديك الفرص بتاعتي opportunities والthreats اللي هي التهديدات اتس اوكي okay. دي الاربع حاجات اللي في الصوت اناليسيس بعد كده في البيرسونال اناليسيس دي بقى فيها كل حرف من دول في يعني البي دي بتاعت الايه انا اوريها لكم بسم الله الرحمن الرحيم اقول لكم عليها البي دي اهي بوليسي بسم الله الرحمن الرحيم دي الصوت يعني كل حرف فيهم قايم لحاجه خلاص اقولها لكم بالظبط البيسل دي البوليتكس معلش دي هتبقى سموير تاني بتبتدي بالبوليتكس بعدين كل كلمه منهم لها ايه؟ لها التاثيرات اللي بتدخل على البيسر على بعضه يعني. اتس اوكي؟ طيب
بقول لك بس استنى. طيب خلينا نسكيب الحته دي بس يعني هو بقى هنا عشان نعرف الموضوع مختصر على بعضه. اهو اهو عندنا التيبيكال سيستم انبوت هيراركي اهي. عندك اللوكال فاكتورز اللي هي الحاجات بتاعتك انت، الانترنال ايشوز، الماكرو انفايرمنت بقى الاكسترنال ايشوز والانترستد بارتيز. يعني دي التركيبه بتاعت ايه كوانت مانجمنت سيستم انبوت هيراركي بتاعتك. عندك هنا السوت اناليسيس اللي قلنا سترينث ويكنس اوبورتيونيتيز وثريتس بتاعت السوت اناليسيس. البسل دي موجود اهي 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 اهي. ليجل بوليتيكال ايكونوميك سوشيال اند تكنولوجيكال ايشوز انفلونس اور ستراتيجي دايركشن اللي هم دول اهو. خلاص فدي الليجل، اول حاجه البوليتيكال اللي هي البيسل، وبعدين الانفايرمنت، وبعدين الايكونوميك والسوشيال اللي موجودين اهم موجودين هنا اهم، بس هم برضه موجودين في مكان تاني في تحليل اوسع. يعني الاورجنايزيشن استراتيجي بتاعتي يبقى انا عندي السوشيال اناليسيس دول ايه اول داتا انا بعملها وبحللها. بدخل بعد كده عندي البيزنس بلاننج. البيزنس بلاننج عندي ايه؟ عندي الريسورسز بتاعتي اللي هي الموارد، والبادجت بتاعتي اللي هي الايه؟ البادجت اللي هي الاموال اللي هي الايه؟ الميزانيات الميزانيات الموازنات يعني. طيب الكواليتي بوليسي اللي هي الاوبجكتيفز والكي بي ايز والمتريكس. وبعدين عندنا بقى المانجمنت سيستم اللي هو في الكونتكست في السكوب. الساعه دلوقتي بقت 10. لسه في حد فيكم عنده نفس؟ لسه في حد عنده نفس؟ برافو عليكم والله، معلش انا ما دخلتش بس كويس. انا سعيد والله ان انا بلاقي ايه. اللهم صل على النبي ما شاء الله. اتس انف. كفايه النهارده لان الموضوع كتر خيركم. وان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله تعالى الاسبوع الجاي زي النهارده احنا وقفنا هنا عبارة الاورجنايزيشن. هنسجلها عندي هنا ون ايه. وباذن الله تعالى باذن الله تعالى يوم الحد الجاي او اهو بينا.